أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. بنستأنف المحاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو الريش، والنهاردة عندنا المحاضرة الثانية أو الجزء الثاني نصف الثاني في الانترودكشن، it is revision، محاضرة مراجعة للنصف الثاني والأهم في الانترودكشن. فإحنا عندنا المحاضرة دي يعني نوعا ما طويلة شوية وهامة جدا، فعاوزك تركز معايا من فضلك. فإحنا هنبتدي بأول موضوع عندنا، وهو إحنا كنا في قلنا الترانسبورت أكروس ذا سيل ميمبرين بيتم بثلاث طرق: ديفيوجن اللي هو الانتشار، أكتف ترانسبورت النقل النشط، وفيزيكولار ترانسبورت اللي هو النقل الحويصلي. فإحنا كنا بدأنا بالديفيوجن، وقلنا إن الديفيوجن ده بيختص بالسوائل أو الغازات أو الحاجات الصلبة زي الأملاح. النهاردة إحنا لما بنقول أسموزس فإحنا بنتكلم على فيما يختص السوائل، يعني الديفيوجن الخاص مش بالملح مش بالغاز، إنما الخاص بالليكويد أو السولفنتس. وطبعا كلنا عارفين إن الليكويد في أجسادنا هو الماء، لأن إحنا قلنا 60% مننا ماء. فنتوكل على الله ونبتدئ الأسموز. طيب الأسموزس هو نوع من أنواع الديفيوجن خاص بالليكويد، والمعني السولفنت المذيب، وفي جسمنا ما فيش حاجة غير المية. أنا عايزك تبص جليا ماليا لليو شيب تيوب دي، هنا في النص في سيمي بيرميابل ممبرين بينفذ المية بيرميابل تو ووتر وإم بيرميابل تو سوليوت، في ناحية في مية بيور ووتر والناحية التانية في مية معها سوليوت. طب احنا بقول الأسموزس، افتح ودنك كويس قوي، هو نوع من انواع السمبل ديفيوجن، يعني مش محتاج كارير، خاص بالسولفنت ونعني بالميه، وبنفس المنطق من الناحيه اللي فيها ميه اكتر للناحيه اللي فيها ميه اقل. طبعا الناحيه اللي فيها بيور ووتر لطالب ذكي هتبقى الميه 100%، الناحيه اللي فيها ووتر مع سولتس يبقى 100% تركيز الووتر قل بسبب وجود السوليوت الأملاح. وإحنا قلنا إن الديفيوجن بيحدث from higher to lower، فحيث إن إحنا بنتكلم على المية فالناحية اللي فيها مية أكتر هي البيور ووتر، الناحية اللي فيها مية أقل هي للمية معها السوليوتس. فيبقى هنتكلم عن الأسموزس يا أولاد في سبع نقاط. قلت حاجة اسمها mental set، تهيئ ذهني، يبقى هيئ ذهنك، وإن ده واحد من أهم الأسئلة في النظري عن أسموزس وفي الطب لأنه خاص بالمحاليل يا أولاد اللي بنديها للمرضى في المستشفيات. هيئ ذهنك على سبع نقاط لو جالك سؤال نظري، وهو نظري مهم أسألفه في مسائل هنقولها دلوقتي حالا. أول حاجة الديفينيشن، ما تقولش ديفيوجن، هو سيمبل ديفيوجن، والمعني إن نو كارير أوف ووتر، من الناحية اللي فيها مور ووتر للناحية اللي فيها less water across the semi-permeable membrane. ممكن في الامس كيو قلت لك من ضمن انواع الامس كيو 12 يغير صيغة السؤال، طب ما الناحية اللي فيها more water ليه فيها more water؟ لان فيها less salt، والناحية اللي فيها less water فيها more salts، فممكن احنا بنتكلم على المية، على المية، فالمية بتنتقل من الناحية اللي فيها مية اكتر مية اقل، والتي هي في ذات الوقت اللي فيها مية اكتر هي ليه فيها مية اكتر؟ عشان فيها less salts، وهنا ليه في مياه أقل عشان فيه more salts. فممكن يغير لك السؤال يقول لك هو simple diffusion of water from the compartment where the salts are less to the compartment where the salts are more، صح؟ يعني ما هي هي الناحية اللي فيها less salts فيها more water. النقطة الثانية من نقاط السبعة، طب احنا مش عارفين نقيس الأسموزس اللي هي القوة اللي بتشد المية من الناحية اللي فيها مية أكتر والناحية اللي فيها مية أقل اللي هي فيها solutes across semi-permeable membrane، عاوزين نقيسها.
العالم يفكر يا أولاد. فإحنا شفنا الضغط اللي هيوقف الإسموزس يبقى 100% يساويها. وهو لما قوة تضغط قوة وتوقفها يبقى تساويها. فهو ده تعريف الأزموتيك بريشر. يبقى هو البريشر نيدد تو ستوب أسموزس وهو يساوي الأسموزس. فهمت فكرة الأزموتيك بريشر؟ الضغط اللازم لإيقاف الأسموزس ومية المية هو يساوي الأسموزس ويقاس الملي ميترز ميركوري. يبقى دي تاني نقطة. ايه تعريف الأزموتيك بريشر؟ او شوف انا عامل لك نقط صودا جميلة اهي. هو بريشر نيدد تو ستوب أسموزس. طب نيجي النقطة التالتة. هل الأسموزس بيعتمد على سؤال مش مهم جدا عدد الجزيئات ام حجم الجزيئات؟ الإجابة الصحيحة إن الأسموزس depends على number not the size of molecules. ليه؟ طالب قال يفهمنا. احنا هنا زي ما بنقول مش محاضرة، احنا بنفهم كل حاجة. دلوقتي طاقة الموليكيول الكبير زي طاقة الموليكيول الصغير بالظبط، خلاص. الكينيتيك انرجي ما بتفرقش بين موليكيول كبير وموليكيول صغير. واحد قال لي ليه؟ قلت له انت خدتها الثانوي ان طاقة الحركة بتساوي هاف ماس في سكوير، اللي هي بعربياتنا نص الكتلة في مربع السرعة. فالموليكيول الكبير اللي كتلته كبيرة اللي الماس بتاعه كبيرة لانه كبير بقت سرعته قليلة الفيلوسيتي قل، والعكس بالعكس اللي كتلته قليلة الماس قليلة بسبب ان كتلته قليلة بقت الفيلوسيتي عالية. ففي النهاية واحدة بتشيل واحدة، واحدة بتعوض واحدة، فبقى طاقة الموليكل ما تفرقش بين موليكل كبير أو موليكل صغير. الكبير سرعته قليلة والصغير سرعته كبيرة. فعشان كده بقى الموضوع في الام اس كيو يا أولاد، النقطة التالتة، إن الأزموتيك بريشر ديبينز على، قولها أنت بقى، النمبر أوف موليكلز نوت السايز أوف موليكلز. النقطة الرابعة، ما هو تعريف المول لطالب عنده قوة ملاحظة؟ هو خدوها من أول أربع حروف في كلمة موليكولار ويت ومعناها الوزن الجزيئي. حتى هنا الألوان في اللوحات الجميلة دي بتساعدك يا أولاد، بتساعدكم. يبقى المول هو الموليكولار ويت، هو الوزن الجزيئي in grams. يبقى المول هو الموليكولار ويت in grams. طبعا ساعات اكتبوها أول ثلاث حروف بس، الاثنين السبيلينج صح، M-O-L-E أو M-O-L. طب لطالب ذكي، طب ما هو تعريف الملي مول؟ وهو الأهم عندنا، عارف ليه؟ لأن معظم الأملاح في أجسادنا بالملي جرام. يبقى الملي مول هو الموليكولار ويت إن، مش جرام بقى، ملي، يبقى إن ملي جرامز. والطالب ذكي، الملي مول واحد على ألف من المول، لأن الملي جرام واحد على ألف من الجرام. طب نيجي النقطة الخامسة، طب ما هو الأزمول؟ شوف لو حاجة جميلة ازاي بساعدك بالألوان. يبقى الأزمول هو الأزمولاليتي أوف أمول، الأسموزس الناتج من الوزن الجزيئي اللي هو المول. يبقى الأزمولاليتي أو أزمولاليتي هنفهم إن مفيش فرق كبير بينهم، كوزد باي أمول. بس الكلام ده إيه؟ في حالة النون أيونيزابل سولتس، السولتس اللي هو ليها تقيل. تعال نشوف ليه يا ولاد، برضو خدناها في ثانوي. أنا فاكر لما كنا في ثانوي قالوا لنا معلومة جميلة جدا، قالوا لنا إن الوزن الجزيئي من أي مادة يحتوي على عدد ثابت من الجزيئات اسمها أفوجادروز نمبر، فاكرينها؟ يبقى لو خدت وزن جزيئي من جلوكوز، من فركتوز، من لاكتوز، مش مهم المادة اللي خدتها، بس خدت الوزن الجزيئي كلهم فيهم نفس عدد الجزيئات اللي هو الأفوجادروز نمبر. وطالب بيفكر قال لي وانت قلت، انت قلت ان الأسموزس بيعتمد على عدد الجزيئات. فطالما كل المولز، كل الأوزان الجزيئية من المواد الغير متأينة بتحتوي على عدد ثابت، يبقى هتدي قوة ثابتة اللي هو الأسموزس. فسموا الأزمول الناتج من المول الغير متعين أزمول، الأزمولاليتي كوزد باي إمول، الأزمولاليتي كوزد باي إمول. أظن سهل قوي يا أولاد.
طيب يبقى قلنا ان الاوزمول هو الاوزمولاريتي كوزد باي ايمول، بس الطالب ذكي بروفايدد انها تبقى نون ايونايزابل سولتس. طالب قال لي ليه؟ قلت له تعالى نفكر، لاني لو خدت مول وزن جزيئي من الصوديوم كلورايد وحتى بالخيال حطيته على الترابيزه وعديت الجزيئات، هلاقي عدد الجزيئات ثابته زي الجلوكوز زي الفركتوز زي اي حاجه. بس وانس رميت هذا المول من الصوديوم كلورايد في الميه اللي عديته واحد على الترابيزه صوديوم كلورايد اتقين وقى اتنين، وانت بتقول لنا ان الاوزموتيك بريشر بيعتمد على عدد الجزيئات. طب هنا عدد الجزيئات بقى ضعف الافوجادروس نمبر على الترابيزه، العدد عديت الصوديوم كلورايد الواحد بواحد، اما حطيته في الميه اتقين، فالواحد ادى اتنين، وانت قلت الموضوع نمبر مش موضوع سايز، فالوان مول من الصوديوم كلورايد ما بيديش اوزمول زي الجلوكوز والفركتوز واللاكتوز الحاجات الغير متقينه، هيدي تو اوزمولز عشان الوان موليكيل اتقيل اتنين. وعليه الطالب ذكي، يبقى لو انا قلت يا اولاد ان المول من الصوديوم كلورايد بيدي 2 اوزمولز، يبقى لو عاوز اجيب اوزمول من الصوديوم كلورايد ما اخدش مول، اخد نص مول، المول بيدي 2 اوزمولز، يبقى الاوزمول يجي من نص، لان المول بيدي 2 يبقى يجي من نص. واحد قال لي قولها لنا بطريقه سهله بطرق طفوليه، عاوزها بطريقه طفوليه، الجنيه بيدي 50 قرش، يبقى ما هي علاقه ال 50 قرش بالجنيه؟ نص جنيه. وبنفس المنطق لو جنيه بيدي 4 تربع، يبقى لو عاوز ربع ايه علاقته بالجنيه؟ الجنيه على 4. طب ما نفس الفكره، المول من الصوديوم كلورايد بيدي 2 اوزمولز، يبقى الاوزمول من الصوديوم كلورايد يجي من نص مول. وانتوا قولوها لها، المول من الكالسيوم كلورايد، لو جبت كالسيوم كلورايد وعديت عدد الجزيئات اللي فيه على الترابيزه، هتعد الكالسيوم كلورايد جزيء واحد هتلاقي فيه نفس عدد الجزيئات اللي موجوده في النون ايونايزد اللي هو الافوجادروس نمبر. بس اول ما هترمي حضرتك الكالسيوم كلورايد في الميه، اللي عديته واحد على الترابيزه كالسيوم كلورايد اصبح في الميه كام ايون؟ 3 كالسيوم واتنين كلور، فيبقى المول من الكالسيوم كلورايد هيدي 3 اوزمولز. طب قولها لي انت بقى، لو عاوز اجيب اوزمول واحد من الكالسيوم كلورايد اخد وزن جزيئي، الوزن الجزيئي بيدي 3، لا اخد ثلث الوزن الجزيئي. طب ما تيجي نحطها في اول مساله هتجينا، يبقى ما هو علاقه الاوزمول بالموليكولار ويت؟ يبقى الاوزمول يجي من الموليكولار ويت اهي ديفايدد باي ذا نمبر اوف اينز بير موليكول. وحتى هذا المعادله دي صح حتى لو كنت بتكلم يا اولاد على المواد الغير متعينه. ليه؟ لان في الحاله دي هقسم الموليكولار ويت على واحد، فيبقى الاوزمول جاي من المول لو كانت الماده غير متعينه. لكن في حاله الصوديوم كلورايد المول بيدي 2، يبقى الاوزمول يجي من نص، الموليكولار ويت على 2. وفي حاله الكالسيوم كلورايد المول بيدي 3، يبقى الاوزمول يجي من ثلث، الموليكولار ويت على عدد الايونات بير موليكول. يبقى دي اول مساله وسهله جدا. يبقى ما هو علاقه المول بالاوزمول؟ اوزمول يساوي الموليكولار ويت ديفايدد باي ذا اينز بير موليكول. طيب انتقل للنقطه الخامسه، عاوزين نتكلم على الاوزمولر او الاوزمولال كونسنتريشن. نبتدي بالاوزمولر كونسنتريشن، هو عدد الاوزمولز في كم اوزمول في لتر ميه، يعني التركيز الاسموزي بيتحسب في اللتر. طالب قال لي ما تفهمنا، اي تركيز يا ولاد كان ممكن نحسبه في 10 سنتي، ممكن نحسبه في 100 سنتي، في اي حاجه، التركيز كميه في حجم. اي تركيز في ابسط مفهوم هي عباره عن كميه في حجم. طب ليه في حاله الاسموزس تملي بنثبت الحجم بلتر؟ فكر فيها، واحنا بندرس للخيال، احنا بندرس عشان خاطر المحاليل اللي هنستخدمها في المستشفيات. احنا بنيجي ننقل محلول لعيان في مستشفى بنقول له 10 سنتي، وحده التعامل هي اللتر، يعني نقول له لتر يا 2 لتر يا نص لتر، اذا وحده التعامل هي اللتر. فاتفق في العالم كله
ان الاسموزس او الاسمولر كونسنتريشن تتحسب بير لتر. طب ايه الفرق بين الاسمولاريتي والاسمولاليتي؟ انا حتى بساعدك بالالوان. الاسمولاريتي يعني في كام اسمولز بير لتر، انما الاسمولاليتي في كام اسمولز في كل كيلو جرام. طالب قال لي ما هي هي، قلت له ليه؟ قال لي لان في الاحوال الطبيعيه لتر الميه يزن كيلو جرام. قلت له صح، بس الحقيقه للاوائل في فرق طفيف جدا يا اولاد. ان الاوزمولاريتي هي الادق خلاص، بينما الاوزمولاريتي هي الاسهل. طب واحد قال لي احنا هنتلخبط من الاول، مين بير لتر ومين بير كي جي؟ صور العبد اللي عنده طرق لذيذه قوي قوي، يقول نيفر فورجيت. انا بعتمد على السمع يا اولاد، ربنا قدم السمع على البصر. الذاكره اقوى جدا من السمع منها في البصر. ودي مثال سهل، لو جبت لك اغنيه لم تذاع بعد واديتها لك تقراها وقلت لك احفظها بالنظر اهو، صعب جدا تحفظها. لكن لو اغنيه اتذاعت في الاذاعه او في التي في وسمعتها مش قراتها، سهل جدا تفتكرها، فالسمع اسهل. فانا تملي هتلاقوني هناخد على بعض، قلنا بعد اسبوعين السمع اهم يا اولاد. واقولها والطلبه بيقولوا لي احنا بنسمع صوتك في الامتحان. يبقى الاوزمولاريتي بير لتر، يبقى الار مع الار، الاوزمولاريتي بير لتر، يبقى الاوزمولاليتي اللي ما فيهاش ار هي اللي بير كي جي. اوزمولاريتي بير لتر، الاوزمولاليتي بير كي جي. قلنا في الاحوال الطبيعيه لتر الميه يزن كيلو جرام، وقلنا من الاول ليه اخترنا لتر؟ عشان التعامل باللتر. ففي الاحوال الطبيعيه الاوزمولاريتي زي الاوزمولاليتي، بس الاوزمولاليتي اكثر دقه، لان كيلو جرام الميه هيقعد طول عمره كيلو جرام ميه. زي النكته اللي كانوا بيقولوها لنا، مين الاتقل، كيلو ريش ولا كيلو حديد؟ فكرت فيها؟ الاثنين وزن واحد، الوزن لا يتغير يا اولاد. فالاوزمولاليتي بير كي جي اكثر دقه، فهي التي نستخدمها في الاكاديميك، بينما الاوزمولاريتي اقل دقه. ليه؟ لان لتر الميه بيتاثر بحراره الغرفه، لان الميه بتتمدد بالحراره ونقولها بطريقه اياها وتتبربر بالبروره. يبقى لتر الميه لا مش ثابت، بيتمدد وينكمش. بس هي دي الاسهل. قال لي ليه اسهل؟ فكر فيها. لو قلت لك حضر لي محلول كذا في لتر ميه، هتجيب سلندر مخبار وتجيب لتر ميه، سهل جدا. لكن لو قلت لك حضر لي محلول كذا في كيلو جرام ميه، هتوزن، والوزن صعب يا اولاد ان انا اظبط كيلو بالظبط، كلنا عارفين لتر ميه بمخبار في سلندر في ثانيه اجيبه. فده هو الاسهل، عشان كده ده المستخدم كلينيكيا. يبقى ايه كلينيكيا؟ بنستخدم الاوزمولاريتي لانها الاسهل. الاوزمولاريتي بير لتر، اوزمولاريتي بير لتر. انما اكاديميا بنستخدم الاوزمولاليتي لانها هي ال أدق، كيلو جرام مية بيقعد كيلو جرام مية. نيجي بقى يا أولاد ناخد نوع تاني من المسائل أصعب شوية، يلا حل مع بعض. هبتدي، بحب التدرج في المسائل، هاخد لتر مية، يعني الحساب صح، احنا قلنا الأوزمولاريتي بتحسب بير لتر. لو حطيت فيه مول من مادة غير متأينة زي الجلوكوز، يبقى التركيز الأسموزي إيه؟ احنا قلنا الأزمول سموه أزمول عشان هو الأزمولاليتي كوزد باي إيمول أوف نون أينيزابل سبستانس. فهنا في مول من الجلوكوز هيدي واحد أزمول في اللتر، يبقى التركيز الأسموزي 1 أزمول بير لتر. بقول لك معلومة جميلة، ممكن تقول التركيز الأسموزي 1 أزمول وما تقولش بير لتر. عارف ليه؟ لأنه متفق عالميا إن كل الأزمول كونسنتريشن لازم يتحسب بير لتر، فمش لازم تقول الحجم. صعبها شويه. هناخد 1 لتر ونحط فيها مول وزن جزيئي من الصوديوم كلورايد. اول ما احط صوديوم كلورايد في الميه اللي عديته واحد بقى كام؟ بقى 2. فيبقى المول من الصوديوم كلورايد بيدي 2 اوزمولز في الليتر. وانت حل المساله اللي بعدها. طب لو حطيت مول من الكالسيوم كلورايد في لتر ميه،
اللي عديته واحد على الترابيزة كالسيوم كلورايد أول ما رميته في المية بقى كام؟ بقى 3. يبقى المول من الكالسيوم كلورايد هيدي في اللتر 3 أوزمولز. وأظن لسه أولاد قايلينها إن المول من الصوديوم كلورايد بيدي 2 أوزمولز والمول من الكالسيوم كلورايد بيدي 3 أوزمولز. طب نصعبها شوية. هجيب لتر مية يا أولاد وفي نفس اللتر هحط مول من الجلوكوز وفي نفس اللتر مول من الصوديوم كلورايد وفي نفس اللتر مول من الكالسيوم كلورايد. يبقى الأزمولة الكونسنتريشن بتاعت هذا المحلول أزمولر عشان بالليتر خلينا أدق قد إيه؟ طالب قال لي نحسبها. الجلوكوز المول هيدي أزمول أدي واحد، والصوديوم كلورايد المول هيدي 2، يبقى 2 و1 3، والكالسيوم كلورايد هيدي المول بيدي 3، يبقى 1 و2 و3، يبقى الأزمولة الكونسنتريشن 6. اصعبها اكتر شوية يا ولاد، وده اللي بيعمله في الامتحان. هيجيب لك محلول نص لتر ويقول لك حاطين فيه مول من الجلوكوز ومول من الصوديوم كلورايد ومول من الكالسيوم كلورايد، احسب التركيز الاسموزي لهذا المحلول. نحن متفقون سلفا ان ما فيش حساب في نص لتر، لازم افلتر. فالاول نحسب ما يخص النص لتر. النص لتر فيه 1، الجلوكوز المول بيدي 1، صوديوم كلورايد بيدي 2، كالسيوم كلورايد بيدي 3، بقى المجموع 6 في نص لتر. طب لو كان عندي من هذا المحلول لتر، النص فيه 6، يبقى اللتر المفروض يبقى فيه كام؟ اظن سهل، يبقى فيه 12 يا اولاد. عيب قوي يعني، عيب قوي، دي مش مسائل، دي حاجات تافهه. نص لتر فيه 6، الحساب ما بيبقاش في نص، لازم التركيز الاسموزي يتحسب في لتر. النص فيه 6، يبقى اللتر اللي هو نصين كل نص فيه 6، ده انا هكلمكم زي الاطفال بقى، يبقى 6 و6 يبقى فيه 12. طب ومش عاوز غباوه عشان ما حدش يقول لي دي مسائل. طب ولو جابها لك في ربع لتر هتضرب النتيجه في كام؟ اللتر فيه كام ربع؟ في 4، تضرب 4 ارباع، يبقى تضرب المساله في 4. طب لو جابها في 200 سنتي اللتر فيه كام؟ 200 سنتي 5. طب لو جابها في 100 سنتي اللتر فيه كام؟ 100 سنتي 10. واظن قلت كل الاحتمالات. يبقى لو جابها لك في نص لتر تضرب في 2، في ربع لتر تضرب في 4، في 200 سنتي تضرب في 5، في 100 سنتي تضرب في 10. ومحدش عيب بقى يقعد يقول لي كروس مالتيبليكيشن، عيب قوي يقول النص فيه كذا يبقى اللتر فيه كام، عيب عيب. نص لتر، اللتر عباره عن نصين، ربع اللتر عباره عن 4 ارباع، اللتر عباره عن 5 متينات، اللتر عباره عن 10 ميات، عيب قوي عيب قوي. طيب دي كانت المعلومه الخامسه، نيجي للمعلومه دي المعلومه السادسه، نيجي للمعلومه السابعه. ما هي علاقة الأزمول بالأزمولر بريشر؟ سهلة جدا. عملوا تجربة لطيفة خالص يا أولاد. جابوا في الـ one of the two limbs من اليو شيبد تيوب دي، حطوا فيها لتر، حلو؟ مية، وفي هذا اللتر حطوا 1 ملي مول من الجلوكوز. خد بالك بقى، احنا قلنا في الجسم معظم الحاجات بالملي جرام، بنستخدم الملي مول مش المول. فالـ 1 ملي مول من الجلوكوز إدى تركيز اسموزي مقداره 1 ملي اوزمول. الجلوكوز ما بيتقينش، فما احط 1 جلوكوز ملي مول في لتر، دي اسهل مساله اهي، بس هنا كنا بنتكلم بالمول، هنا ملي مول، هيدي 1 ملي اوزمول. فلقوا ان الضغط اللازم عشان خاطر اوقف الاسموزس لما يبقى تركيز المحلول 1 ملي اوزمول محتاج ضغط مقداره، العدد ده تحفظه صم، 19.3 مليمتر ميركوري. يبقى كل 1 ملي مول هيشد الميه بقوة احتاجت لإيقافها إلى 19.3 مليمتر ميركوري، والرقم ده ما يتشرحش، ده وجدناه كده فايندينج، إن المحلول اللي تركيزه في 1 ملي مول من الجلوكوز، يعني تركيزه الأسموزي 1 ملي أسمول، لأن في حالة الجلوكوز الواحد بيدي 1 في اللتر، هيشد المية بقوة احتاجت إلى منعها إلى ضغط مقداره 19.3 مليمتر ميركوري. تمام؟ يبقى سهلة جدا يا أولاد. طيب
وعليه البلازما. ازاي عرفوا بقى الضغط الاسموزي بتاع البلازما؟ تعال اقول لك. جابوا لتر بلازما وحسبوا بقى زي المساله دي في قد ايه جلوكوز وقد ايه صوديوم كلورايد وقد ايه كالسيوم كلورايد وكل المواد الاخرى مش الثلاثة دول بس. جابوا لتر بلازما وحسبوا عدد الازمولز من كل ماده في هذه اللتر. طب احنا عارفين ال1 ملي ازمول بيشد الميه بقوه احتاجت لمنعها 19.3. يبقى لو تخيلت لو حطيت هنا لتر بلازما ما فيهوش واحد هيبقى فيه 290 ملي ازمول. هيحتاج لضغط مقداره قد ايه عشان يوقف شد الميه؟ 290 في 19.3 مليمتر مركوري تساوي 5000 مليمتر مركوري اللي هي تعادل 7 اتموسفيريك بريشر. يبقى لاول مره حضرتك فهمت يعني ايه الضغط الاسموزي بتاع البلازما 290 ملي ازمول. يعني جابوا لتر بلازما وحسبوا في قد ايه جلوكوز في قد ايه مول وعليه قلنا الجلوكوز او الفركتوز المول بيدي ازمول والملي مول يدي ملي ازمول وفي قد ايه صوديوم كلورايد وكالسيوم كلورايد ومواد اخرى. فلقوا لتر البلازما لما قعدنا نفنط ماده ونجمعهم في اللتر في 290 ملي ازمول. وقلت المهم هو الملي ان معظم الحاجات عندنا بالملي جرام مش بالجرام. طب كل ملي ازمول بيشد الميه بقوه عشان تمنعها محتاج 19.3. يبقى لو هنا في 290 هيحتاج قوه مقدارها 290 في 19.3 هتطلع 5000 مليمتر متر. اديك فهمت الرقم الثاني جابوه منين. وهذا يعادل 7 ضغط جوي 7 اتموسفيريك بريشر. دي النقاط السبعه الاساسيه يا اولاد في موضوع الاسموزس. يبقى الديفينيشن هو سمبل ديفيوجن اوف ووتر من الناحيه اللي فيها مور ووتر يعني ليس سولتس للناحيه اللي فيها ليس ووتر يعني مور سولتس اكروس سيمي بيرميبل ممبرين. طب وقلنا ما هو الاوزموتيك بريشر؟ بريشر نيدد تو ستوب اسموزس. طب النقطه الثالثه ديبيندز على النمبر اوف مولكيولز. النقطه الرابعه ما هو المول؟ خدوها من نفس الكلمه هو ذا مول هو المو ريكوريت ان جرامز والملي مول ان ملي جرامز هو الاهم. طب ما هو الاوز مول؟ الكلمه بتقول روحها اوز مول الاوزمولاليتي اوف مول اوزمولاليتي اوف مول خلاص. وقلت في حاله النون ايونايزابل سولتس ليه بقى؟ لان قلت ان المول من الصوديوم كلورايد لا هيدي 2 واحنا قلنا الموضوع نمبر يبقى هيدي 2 اوزمولز والكالسيوم كلورايد هيدي 3 يبقى 3 اوزمولز. النقطه السادسه طب ما هو الفرق بين الاوزمولاريتي والاوزمولاليتي؟ قلنا من الاول الحساب بير ليتر. وفهمت ليه بير ليتر؟ لان احنا ده موضوع بيختص بالمستشفيات بالمحاليل بنتعامل باللتر. الاوزمولاريتي بير ليتر وهي الاسهل عشان كده بنستخدمها كلينيكال لكن الاقل دقه لان الماء يتمدد بالحراره ويتبربر بالبروره اللتر. انما الاوزمولاليتي بير كيلو جرام ووتر الوزن لا يتغير بدرجه الحراره وعليه هي الادق فالمستخدمه اكاديميا. ثم خدنا طب ما هي علاقه الاوزمولار كونسنتريشن بالاوزموتيك بريشر؟ عملوها تجربه جابوا محلول فيه 1 ملي مول جلوكوز في لتر يعني تركيزه 1 ملي اوزمول لقوا انه بيشد ميه بقوه احتاجت الى منعها الى ضغط مقداره 19.3 مليمتر مركوري. طب لو حطيت هنا لتر بلازما بقى وحسبت كل المواد اللي فيها طلعوا 290 ملي ازمول هتشد الماء بقوه 290 مره فتحتاج لضغط 19.3 290 اللي هي حوالي 5000 مليمتر مركوري التي تعادل 7 ضغط جوي. طيب نيجي يا اولاد بقى للمساله. ثالث نوع مسائل وهو الاصعب قليلا. هيجيب لك مساله من اثنين يا اما يقول لك احسب الاوزمولر كونسنتريشن يا اما احسب الاوزموتيك بريشر. وما عشقت مثل عشقي للنظام. تمشي على الستبس اللي هقولها مفيش حاجه اسمها جات لنا مساله ما عرفتش حل. لو مشيت على الستبس هتوصل للحل. والستبس في حاله المساله الاولانيه 3 ستبس 3 خطوات لو طلب اوزموتيك بريشر هتزود خطوه رابعه. نمسك اول مساله اللي هي الاوزمولر كونسنتريشن. ده محسوب في ايه؟
في اللتر. فهو عشان يصعبها لك شوية مش هيجيبها لك في لتر، هيجيب لك كمية سولت في نص لتر. يبقى أول ستيب لازم تجيب اللي في اللتر. فلو جابها لك في نص لتر تضرب في 2، في ربع لتر تضرب في 4، في 200 سنتي تضرب في 5، في 100 سنتي تضرب في 10. أدي أول ستيب. طب إحنا قلنا كل مول، كل موليكولار ويب بيدي أزمول لو كانت المادة غير متعينة. فتاني ستيب أشوف الأماون دي من جلوكوز مثلا بتحتوي على كام مول، يبقى أقسم الأماون دي على الموليكولار ويت. وأدي مثال، افرض طلع عندي 360 ميلي جرام جلوكوز. طب المول بيجي من الوزن الجزيئي بتاع جلوكوز 180، هو هيديهولك. يبقى اللتر فيه 360، يبقى فيه كام وزن جزيئي؟ الوزن الجزيئي 180، يبقى فيه 180 و180، يبقى فيه 2 ميلي مول. ده لو كانت جلوكوز، لكن هو هيصعبها لك اكتر. يبقى بعد الخطوه الثانيه هو هيديك ماده متعينه. يبقى الماده المتعينه هتدي ايه اكتر؟ بنسبه ايه يا اولاد؟ بنسبه عدد الايونات في الجزيء. صوديوم كلورايد اللي بعده واحد بيبقى 2، طب قولها انت. والبوتاسيوم كلورايد الواحد 2 برضو، انما كالسيوم كلورايد الواحد 3. فتالت ستيب اضرب عدد الاين سبير مولكي. يبقى سهله جدا اهو. يبقى لو طلب الزمولر كونسنتريشن، الزمولر لازم بير لتر. يبقى ستيب 1 لو مدهاني في نص لتر احسب الكميه اللي تعادل لتر، اضرب في 2، ربع لتر في 4، 200 سنتي في 5، 100 سنتي في 10. كل موليكولار ويت بيدي ازمول لو كانت الماده غير متعينه. يبقى تاني ستيب اقسم الاماونت اللي موجوده في اللتر على الوزن الجزيئي اللي هو مدهوني. طب الكلام ده كده حلو لو كانت الماده غير متعينه، لكن لو كانت مادة متعينة هتدي أكتر ولا أقل يا أولاد؟ قالوا لي أكتر، لأنها هتدي أينز كتيرة. بنسبة عدد الإيه يا أولاد؟ الأينز. يبقى ستيب 3 نضرب في عدد الأينز بير موليكيول. طب لو زودها لي وقال لي لا أنا عاوز الأوزموتيك بريشر اللي هو بيتقاس بالمليمتر مربع. سهلة جدا يا أولاد. يبقى حليت المسألة الأولانية، طلعت الأوزمولال كونسنتريشن لازم إن ملي أوزمول، يعني إذا كان مدهاني بالجرام، الجرام فيه 1000 ملي جرام وعليه الازمول فيه 1000 ملي ازمول، لازم الازمول كونسنتريشن يبقى بالملي ازمول. واحنا قلنا كل ملي ازمول بيشد الميه بقوه احتاجت لمنعها لضغط مقداره، ده تحفظه بقى، ده مش هيديهولك، 19.3 ملي مول. فحضرتك تضرب نتيجه المساله الاولى اللي هي الازمولر كونسنتريشن، كل واحد ملي ازمول من الازمولر كونسنتريشن ده بيشد الميه بقوه عشان تمنعها 19.3 ملي متر مربع. فيبقى الازموتيك بريشر اللي هتحتاجه 19.3 في عدد الملي ازمولز اللي في اللتر. فالعدد اللي جبته مساله هنا تضربه في 19.3. اظن الكلام تافه يا ولاد. ده اصعب موضوع عندنا في الانترودكشن، يعني هو ده دره هذه المحاضره. انما أنا دائما أبدا يا أولاد بتخيل أن الطلبة اللي معايا هم مش بس الأوائل، هم بفتخر بيهم وورد وايد. مش هقول حاجة هنا مش هقولها لكم. فتعال أقول لك بقى الاختلاف، أن في المحاضرات الحقيقة لم يكونوا بالدقة الكافية. فتعال أقول لك بنقول إيه هنا بالظبط، كلمتين زيادة لطاف جدا هتقتنع بيهم إلى أقصى درجة. اللي جاي ده اعتبره معلومات عامة. كل الكلام اللي قلناه ده يا اولاد لا ينطبق غير على الايديال سوليوشن، اللي هو بيحصل ان المحلول بيتأين بالكامل ولا يوجد اي تداخل ما بين الايونات. وده صعب في الحال، ايديال سوليوشن ده صعب، ده حاجه موجوده في الغازات بس، لكن في السوليوشن صعب. فاللي قلناه ان في ال1 ملي مول في صوديوم كلورايد لو حطيته في لتر بيتقين الاثنين فيدي 2 ملي ازمول بير لتر. الكلام ده في الايديال سوليوشن، انما في الريال سوليوشن في الحياه، في السوليوشنز في الحياه مش كده. بيكوز اوف انتر اكشن بتوين اينز، الايونات بتتفاعل، يعني ما بتديش فرصه للتاين الكامل. فعشان كده ال1 ملي مول اوف صوديوم كلورايد بير لتر في الحقيقه في الريال سوليوشن في الحياة في الطب هيدي أقل من 2 ملي أزمولز بير لتر.
طيب والطالب اذكى كل ما زاد الكونسنتريشن سوليوشن اي في ايونات اكثر يبقى هتانتر اكت مع بعض هتمنع اكتر انها يحصل تأيون كامل وبالتالي the greater the deviation يعني الديفييت يعني البعد هنبعد هنديفييت هننحني هنتجه اتجاه خطأ from the ideal solution يعني النسبة هتبوظ اكتر حتى في الideal solution. طب هم حلوها ازاي بقى في الطب؟ حلوها حل رائع جدا. ازاي بيقيسوا الاوزمولر كونسنتريشن في الطب واحنا ما عندناش ideal solution بيحصل فيه تأيون كامل؟ عندنا real solutions الأينز بتinteract مع بعض فبتمنع التأيون الكامل. فالون ملي مول صوديوم كلورايد يدي اتنين، ده فين؟ ده في الريال، في الايديال سوليوشن، انما في الريال بيدي اقل من اتنين. حلوها حل رائع وسهل جدا يا اولاد، انتوا عارفينه برضه. لو انا دوبت اي ملح في ميه، تفتكر نقطه التجمد هتتجمد عن صفر ولا تحت صفر؟ طالب قال لي طبعا اي ملح في ميه بيخفض بيقلل الفريزنج بوينت برقم احنا عارفينه كويس قوي. كل 1 مول من الايديال سوليوشن بير لتر، 1 مول اللي هو جاي مع 1 مول يعني من ايديال سوليوشن، مول هو الموليكارويد، خلاص هيقلل فريزنج بوينت الرقم ده هيتحفظ صم 1.86 ديجري سنتيجريد. دي عارفين، ده اقول لك حتى معلومه جميله في المعلومات العامه هنا. احنا النهارده درجه الحراره 6 فوق الصفر، بعد شويه هتبقى تحت الصفر. طب عشان المايه ما تتجمدش، المطر والعربيات تتزحلق على التلج، عارف بيعملوا ايه لما يعرفوا ان في مطره؟ بيرموا ملح في الطرق، فالملح في المايه بيخفض الفريزنج بوينت، يخليها ما تتجمدش بسهوله عن صفر، تتجمد عند حاجه تحت صفر. كل موليكولار ويت في لتر بيخفض، موليكولار ويت اللي هو بالجرام، بيخفض الفريزنج بوينت بمقدار 1.86 ديجري سنتيجريد. طب وعليه احنا قلنا ما بنتعاملش مع المول يا اولاد، بنتعامل مع الملي مول والملي اوزمول، يبقى هيخفض الفريزنج بوينت بمقدار 1 على 1000 من الرقم ده، لان احنا قلنا المول 1000 ملي مول والاوزمول 1000 ملي اوزمول. طب اذا كان المول بيخفض 1.86، يبقى الملي اللي هو 1 على 1000 يخفض بمقدار كام؟ 1 على 1000 من الرقم ده، يبقى 0.0186 ديجري سنتيجريد. هما بقى عرفوا ازاي الاوزموتيك كونسنتريشن بتاع البلازما؟ مش بالطريقه اللي قلتها لكم قبل كده، اللي هي تبدو مثاليه بس مش في الحقيقه. هما جابوا النورمال هيومن بلازما وجمدوها، فلقوا الفريزنج بوينت بتاعها بينقص 0.54 ديجري سنتيجريد. احنا قلنا في علاقه ما بين كميه الملح والفريزنج بوينت، كل ما الملح يزيد اكتر الفريزنج بوينت تنخفض اكتر. كده بقت سهله بقى، بقت كروس مالتيبليكيشن، عاوزه طفل يحلها. الواحد ملي ازمول في اللتر بيخفض نقطه التجمد 0.00186 ديجري سنتيجريد. يبقى ال 1 ملي ازمول بيخفض بهذا المقدار. طب البلازما يبقى فيها كم ملي ازمول؟ تركيزها الاسموزي في اللتر كم ملي ازمول؟ عشان انخفض تجمدها بمقدار 0.54 كروس مالتيبليكيشن. يبقى الاوزمولر كونسنتريشن اوف بلازما هنعمل ايه بقى؟ هنضرب اهي كروس مالتيبليكيشن، 1 في 54% على 0.00186، فطلع ان الاوزمولال كونسنتريشن بتاع البلازما 290 ملي اوزمول بير لتر، هو الرقم المهم جدا. واقول لكم حاجه للزملاء الاصغر سنا، وانا عارف ان كتير منهم ما يعرفوهاش، لو كانت البلازما ايديال سوليوشن كل الايونات بتتاين اللي موجوده فيها، اللي موجوده فيها فعلا، كان بقى الرقم اكثر من ذلك، كان بقى فوق 300 ملي اوزمول بير لتر. لكن احنا قلنا احنا بنتعامل مع ريال سوليوشن مش مع ideal solution. عرفوها ازاي؟ الطريقة سهلة جدا، العالم يفكر ال 1 ملي ازمول بيخفض اهو ال 1 ملي ازمول بهذا القدر نقطة التجمد
0.00186 degrees سنتيجريد. طب البلازما بتتجمد بماينس عن الصفر 0.54. الوان ملي ازمول بيخفضها بهذا القدر، يبقى كام ملي ازمول يخفضوها بهذا القدر الكبير بقى؟ سهل قوي، كروس مالتيبليكيشن، يبقى 1/54 على 0.00186 طلعت 290 ملي ازمول بير لتر، اللي هي تعادل كام؟ احنا قلنا الوان ملي ازمول بيشد الميه بقوه مقدارها 19.3، يبقى لما نحسب الاوزموتيك بريشر نضرب الرقم ده في 19.3 وحسبناه قبل كده طلع 5000 مليمتر مركوري اللي هو يعادل 7 اتموسفيريك بريشر، لكن اللي عاوز الادق يعادل 7.3 اتموسفيريك بريشر، بس دي مش فارقه. طيب ده للاوائل وللزملاء اللي هو انا عارف ان هم يعني النقطه دي بتغيب عنهم، زي ما بقول الكورس ده انا ما بشرحوش فقط للطلبه والبوست جراديويت، انما للزملاء خلينا نقولها تهذبا الاصغر سنا، لان عاوزين نبقى up to the level يا ولاد. نحن بنات الحضارات، الحضاره الفرعونيه في مصر، الحضاره الاشوريه والبابليه في العراق، حضاره سبأ في 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 اليمن and so on. نيجي التونستي بقى. ما هي التونستي؟ هي الاوزمولاريتي اوف سوليوشن ريلاتيف تو بلازما. يعني اما يبقى عندي محلول ده نفس الضغط الاسموزي بتاع البلازما نسميه ايزوتونيك، محلول عنده ذا سيم اوزمولاليتي اس بلازما اللي هو 290 ملي ازمول بير لتر. ملي ازمول يا اولاد قلت لكم بيجيبوا التمييز اهم، ما بيغيروش الرقم، ملي ازمول. تمام. يبقى ما هي التونستي؟ الاوزمولاليتي اوف سوليوشن مقارنه بالبلازما، لو في محلول له نفس الضغط الاسموزي بتاع البلازما نسميه ايزوتونيك. وعاوز اعلمكم كلمه ايزوتونيك، ايزو في اللغه معناها مساوي، يعني مساوي في التونستي. طيب مين اشهر محاليل بقى مساويه في الضغط الاسموزي للبلازما؟ والاول اقول لكم معلومه جميله، الاول في المستشفيات لما عيان ينزف ومش لاقين دم نجيبه له بسرعه بنديله محلول مساوي في الضغط الاسموزي للبلازما. ليه؟ عشان لا ياخد منها ميه، لو كان ضغط اسموزي اعلى هيشفط من الخلايا ميه ويعمل لها دي هيدريشن وترينك. طب لو كان ضغط الاسموزي اقل يعني في ميه اكتر هتدخل جوه الخلايا والخلايا تنتفخ وترابشر. فعشان كده بنحرص ان احنا ندي ضغط، بندي محلول له نفس الضغط الاسموزي اللي هو ايزو اسموزي. طيب في محلولين مشهورين جدا في الحياه تبقوا عارفينهم. المحلول الاشهر وبرضه ليكوا للزملاء الاصغر سنا اللي هو 0.9% صوديوم كلورايد اللي هو سالاين، يعني في كل 100 سنتي في 9/10 افتح ودنك جرام من الملح، مش 1 جرام، شوف الدقة، مش في 1 جرام، 9/10 من جرام ملح هو ده السالاين. هذا المحلول ريمينز ايزوتونيك، بيفضل ايزوتونيك. ليه؟ لان الملح الصوديوم كلورايد ما بيدخلش جوه الخلايا مفيش جواها صوديوم كلورايد وعليه لا يستخدم، ريمينز ايزوتونيك بيكوز حاجتين، نو نت موفمنتس اوف بارتكل انتو ذا سيلز، الصوديوم كلورايد ما بيدخلش جوه الخلايا، الصوديوم كلورايد اساسا بره الخلايا، وعليه البارتكلز دي ار نوت ميتابولايز باي ذا سيل. بينما برضو الزملاء الاصغر سنا انا عارف الحته دي صعبه شويه. في محلول تاني ممكن يديه للعيان ايزوتونيك مساوي للضغط الاسموزي بتاع البلازما، لا هياخد منها ميه ولا يديها ميه الخلايا، اللي هو 5% جلوكوز. ده بيبقى انيشالي في البدايه ايزوتونيك، بس طبعا لطالب ذكي هذا الجلوكوز الخلايا بتحب الجلوكوز قوي بيموف يدخل جوه السيلز والسيلز تستخدمه ميتابولايز بتحرق جلوكوز وعليه انت اول ما بتديه بيبقى ايزوتونيك، لكن ليتر اون بيبقى هايبوتونيك كنتيجة ان هذا الجلوكوز تم دخوله داخل الخلايا وتم استخدامه. ده سؤال ام اس كيو صعب جدا. مين المحلول اللي بيفضل ايزوتونيك اللي هو 9/10% صوديوم كلورايد اللي هو سالاين؟ ليه؟ لانه لا يدخل جوه الخلايا ولا يستخدمه، فالتركيز بيقعد ثابت. بينما الجلوكوز 5% ده بيبقى ايزوتونيك، 5 جرام في كل 100 سنتي ده ايزوتونيك.
ده ايزوتونيك بس تاو ما حطيته في الجسم ايزوتونيك ده في البدايه الخلايا هتشوف جلوكوز بتفرح بالجلوكوز الجلوكوز يدخل جوه الخلايا تستخدم جزء منه يبقى تركيز الملح قل فالمحلول يصبح هايبوتونيك. طيب النقطه الاخيره في الاسموزس وهو ضرة هذه المحاضره ان الووتر بيمشي ما بين الديفرنت كومبارتمنتس اوف ذا بودي الانتراسيلولار والانترستيشال فلويد والانترستيشال فلويد والبلاد بلازما بالاسموزس. ان القوه التي تحرك الماء داخل الجسم هي افتحوا ودنا اوسموزس ذات از سمبل ديفيوجن اوف ووتر سمبل ديفيوجن مش عاوز اتكلم حتى طول عمري بقول يوجد شيئان لاهميتهم اشوف مين هيفتكرهم بعد كده بيتحركوا جوه الجسم بالسمبل ديفيوجن الهواء والماء لان الانسان ما يستغناش على الهواء والميه فبيتحركوا مش بس بدون طاقه بالديفيوجن وبدون كارير يبقى الماء والهواء بالسمبل ديفيوجن وحفظتها الاجيال اغنيه ليلى مراد الميه والهواء الميه والهواء في جسمك سؤال مش كده مهم جدا بالسمبل ديفيوجن ديفيوجن يعني نو انرجي نو اي تي بي وسمبل سمبل يعني نو كارير dont ever forget this ده ضرة هذه المحاضرة اللي جاي أنا مش شايل همه ده الأسموزس وأنا عشان عندي حاجات كثيرة أقولها ودي حس يعني محاضرة مراجعة فأنت تعيد الفيديو كلما راق لك. تقل بعد ما خلصنا النوع الأول من الترانسبورت وهو الديفيوجن بكل أنماطه اللي هو سيمبل وفاسيليتيت النوعان الأساسيان يا سيمبل مفيش طاقة ومفيش كارير يا فاسيليتيت اللي هو اسمه كارير ميديتد مفيش طاقة لكن فيه كارير يبقى انقسم إلى نوعين يبقى ديفيوجن بينقسم أساسا إلى نوعين سيمبل وفاسيليتيت وكل نوع من الثلاثة يا أولاد بينقسم مصادفة جميلة للمنتال سيت إلى نوعين. ناخد بقى الأكتيف ترانسبورت ده سؤال أقل أهمية من الديفيوجن عشان كده كاتب عليه نظري مهم بس مش أس ألف هنتكلم عليه في كام نقطة. طيب قال لي انت حاطط ثلاث نقط قلت له صح يبقى المنتال سيت لو جالك اكتف ترانسبورت ثلاث نقط باي ديفينيشن عكس الديفيوجن يبتدي ترانسبورت اجينست جريدينتس ضد التدرج واحنا عرفنا المرة اللي فاتت انواع التدرج في كونسنتريشن جريدينت وبريشر جريدينت والكتريكال جريدينت ولما يبقى حتى قلنا كونسنتريشن مع الكتريكال بيسموها الكتروكيميكال مش هعيدها تاني وراسم كعادتي رسومات الطفولية واحد هنا كان هناك فيه طفل نازل على زحليقة على سلايد هنا واحد طالع أبستيرز لفوق ضد التدرج يبقى 100% محتاج طاقة يبقى نيدز أدينوزين ترايفوسفيت الطالب الممتاز ما يقولش الأكتف ترانسبورت الايه مع الايه محتاج أدينوزين ترايفوسفيت ويسكت انت عشان تطلع الطاقة دي من الادينوزين ترايفوسفيت محتاج كارير بروتين with ATPase activity يعني عنده نشاط انزيمي زي الATPase يكسر الATP لتحرير الطاقة اللي فيها يعني الاكتف ترانسبورت للطالب العادي يقول needs ادينوزين ترايفوسفيت الايه مع الايه الاكتف ترانسبورت ادينوزين ترايفوسفيت الطالب المتميز يقول لا محتاجين ATP وكارير بروتين ويز ATPase activity. نيجي النقطة الثالثة الـ types of active transport. الـ active transport بينقسم إلى نوعين أساسيين اللي هما primary active transport و secondary active transport. وأفتكر حتى يعني زملاء رائعين وأصدقاء كانوا يسألوني انت بتشرحها ازاي الحته دي؟ قلت لهم كل شرح طفولي وادي مثال ليها. ايه الفرق بين البرايمري اكتف ترانسبورت والسكندري اكتف ترانسبورت؟ قصه القاطره وعربات القطار. طالعين اب خلاص؟ اب هيل يعني لفوق. يبقى 100% عشان تطلع مطلع هتحتاج طاقه. القاطرة محتاجة طاقة وعربات القطار كمان محتاجة طاقة لو سبتها لوحدها مش هتطلع بس فكر معايا
هو مين فيهم اللي فيه الانجن المحرك اللي بيستهلك طاقة عشان يطلع؟ القاطرة. هي دي بقى البرايمري اكتف، وبنشبك فيها عربات القطار، محتاجة طاقة بس ما بيدفعش فيها الطاقة مباشرة، هي على حساب القاطرة، عشان كده سموها secondary active. او شوف الاسامي الجميلة، او seam port. seam يعني متصلة، كلمة seam في اللغة من سينابس يعني اتصال. لازم نبقى موصلين القاطرة بعربات القطار، او يسموها co يعني مع co transport. يبقى يوجد نوعان من الactive transport، القاطرة اللي هي بتستهلك الطاقة دي البرايمري اكتف. يعني ايه بقى البرايمري اكتف؟ اللي هو يوتيلايزنج ذا ادينوزين ترايفوسفيت. انما عربات القطار عاوزة طاقة بس مش مدفوعة فيها دايركتلي، على حساب القاطرة، نوت يوتيلايزنج الاي تي بي دايركتلي. يبقى هو ده اللي يسموها سكندري اكتف، وليها اسمين تانيين في الام اس كيو، سيم بورت او كو ترانسبورت. واحسن مثال هنا ان الصوديوم هو القاطرة وشادب معاه جلوكوز، هو ده عربات القطار، هو ده secondary active transport، simport او co-transport مع الصوديوم. وشوف الفسيولوجي ده معلمتكم يا ولاد كام الحياة. لازم عشان القاطرة تطلع مع العربات القطار تطلع مع القاطرة، لازم اعملها بواصلة هنا بقى، اوصله ببعض. اهو ده بقى الكارير بروتين يا ولاد. وقلنا يبقى عنده ثلاث مواصفات، عنده سايت يمسك فيه الصوديوم اللي هو البرايمري اكتف سبستنس، ومكان اخر يمسك الجلوكوز اللي هو السكندري اكتف، وهذا الكارير بروتين هو اللي عنده الاي تي بيز اكتيفيتي اللي بتحطم الاي تي بي للحصول على الطاقه. يبقى فهمت ليه احنا محتاجين كارير بروتين وعنده اي تي بيز اكتيفيتي؟ كارير بروتين عشان بيمسك البرايمري مع السكندري، لما يبقى مادتين ممسكين معه هو اللي عنده الاي تي بيز اكتيفيتي. طب ايه انواع بقى مش الترانسبورت، انواع البروتين المستخدمه في الاكتف ترانسبورت؟ يوجد ثلاث انواع من البروتينات. يوني بورت من اسمها، يعني يوني يعني واحده، بتنقل ماده واحده في اتجاه واحد. اليوني بورت احسن مثال الكالسيوم بامب، وانا كاتبها بطريقه جميله قوي يا اولاد. يبقى اليوني بورت هقولها بعربياتنا بطريقه حلوه، مادة واحدة في اتجاه واحد. طب السيم بورت بتنقل، ده المثال اللي خدناه، بتنقل مادتين اللي هما الصوديوم والجلوكوز في اتجاه واحد، يعني اتنين مادتين في اتجاه واحد، اتنين في واحد. طب انتي يعني ضد، انتي بورت بتنقل مادتين في اتجاهين مختلفين، اللي هي صوديوم لبره الخلايا وبوتاسيوم لداخل الخلايا. يبقى شفت الحفظ لطيف ازاي؟ مرة كتبتها بالأرقام عشان تتذكرها، واحد في واحد، اتنين في واحد، اتنين في اتنين، واحد في واحد، مادة واحدة في اتجاه واحد، يبقى يوني بور ده الكالسيوم بامب، مادتان في اتجاه واحد يبقى ده السيم بورت زي الصوديوم والجلوكوز، مادتان في اتجاهين مختلفين يبقى أنتي يعني عكس، أنتي بورت، صوديوم لخارج الخلايا والبوتاسيوم داخل الخلايا. يبقى انواع البروتين اللي بنستخدمها في الاكتف ترانسبورت ثلاثه، مره واحد في واحد يوني بورت، ماده واحده في اتجاه واحد، مره اتنين في واحد، مادتين في اتجاه واحد، يبقى سيم سيم مع بعض يعني متصلين، سيم بورت مره مادتين في اتجاهين يبقى انتي بورت. طيب مين اهم اكزامبل لازم تقوله هنا بقى؟ اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب. يا انا ما بحبش اشرح جاست كمثال، لا انا احبك تحب المعلومات اللي بتقراها. صوديوم بوتاسيوم بامب يا اولاد، افتح ودنك، هذا البامب موجود في كل، هعيدها تاني، في كل خلايا الجسم، وهو ده اللي بيحافظ على ان الصوديوم تملي بره اكتر في الاكستراسيلر والبوتاسيوم جوه اكتر في الانترسيلر. زي ما قلنا ده صوديوم بوتاسيوم بامب، وهو انتي بورت لانه بيرمي مادتين في اتجاهين، الصوديوم اللي بره والبوتاسيوم اللي جوه. اذا في الام اس كيو لو جالي انتي بورت صح. عشان نعمل هذا الصوديوم بوتاسيوم بامب حفظته لاجيال طريقه جميله قوي، انتهى الفهم ورسومات طفوليه لوحات جميله قوي لما تشوفها، وبحطها لكم على البي دي اف. في كل خلايا جسمك، اعتبر ده مثال، يوجد قرص
اللي هو الكالي البروتين سميه زي جبنه قرص الجبنه الرومي، بيتكون من جزئين الفا سب يونت وبيتا سب يونت. نبتدي الدائره الكبيره اللي هي الالفا سب يونت، عندها ثلاث خصائص، عندها 3 بايندينج سايتس، ثلاث اماكن تمسك فيهم الصوديوم اللي غلط ودخل جوه، ده مش مكانه، و2 بايندينج سايتس تمسك بيهم البوتاسيوم اللي غلط وخرج بره، ده مش مكانه، وعندها بايندينج سايت للادينوزين ترايفوسفيت. يبقى ما هي خصائص الالفا سب يونت؟ اقول لك بطريقتي اللي تحفظ، 3-2-1، 3 بايندينج سايتس الصوديوم جوه، 2 بايندينج سايتس البوتاسيوم بره، 1 بايندينج سايتس الاي تي بي. حلوه لذيذه. يبقى ده الالفا سب يونت، 3 للصوديوم جوه، 2 للبوتاسيوم بره، 1 بايندينج سايت الاي تي بي. بينما البيتا سب يونت اللي هي الدائره الصغيره اللي جوه هي دي اللي عندها الاي تي بيز اكتيفيتي، اللي اتحطم الاي تي بي للحصول على الطاقه. طب انا بقولها بطريقه جميله قوي يا اولاد وفيها سجع موسيقى في الكلام، لاحظ الموسيقى وتملي زي ما قلت، السمع هيطلعك حافظ اكتر 100 مره من القراءه. قرص جبنه رومي ده ما بيشتغل، الاي تي بيز ده ما بيشتغلش غير لما كل الخمس مواقع يتملوا، الثلاثه صوديوم واثنين بوتاسيوم. حتى بقولها في مزاح، زي عربيات الاجره بتاعت الاقاليم، لازم يركب ثلاث ركاب في الكنبه اللي ورا واثنين جنب السواق، لا يقعد ان شاء الله هم لازم يركب خمسه، يركب اربعه ما ينفعش، يقعد لك واحد طنطه لحد ما يكملهم خمسه يشغل الانجن. نفس الفكره هنا، when all sites are saturated، لما الخمس اماكن تتملي نشغل الانجن، the ATPase is activated، يتنشط، and energy is liberated، وتنطلق الطاقه. فتعمل ايه الطاقه دي بقى؟ تدور قرص جبنه الرومي، تجيب الصوديوم مكانه الحقيقي بره وبوتاسيوم مكانه الحقيقي جوه، يحصل configurational change في البروتين مولكيل، تغير في شكل البروتين مولكيل بحيث يجيب الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. يبقى شفت الجمله كان فيها سجع، ثلاث جمل فيهم سجع، تيجي نقولها تاني. When all sites are saturated، ادي اول واحده، the ATPase is activated، ادي تاني واحده، and energy is liberated، ادي تالت واحده. When all sites are saturated the ATPase is activated and energy is liberated، وبالتالي تعمل ايه؟ configurational change in the protein molecule to get the sodium outside and the potassium inside. طب ما هي وظائف هذا الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي قلنا هنشاهده في كل خلايا الجسم واولهم النيرف سيلز اللي هو البرانش الجاي باذن الله؟ اهم وظيفه اهي، احنا بنقول هو ربنا عاوز الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه، قلنا كل اللي جوه بحرف البي، مين اللي بيحتفظ مين الصوديوم اللي غلط ودخل بيرجعه مكانه بره، والبوتاسيوم اللي غلط وخرج بيرجعه مكانه جوه صوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى هي دي اللي مينتينز الصوديوم اوتسايد والبوتاسيوم انسايد. ادي اول وظيفه. تاني وظيفه رائعه، ما لاحظتش حضرتك ان في 3 صوديوم بوزيتيف بره يقابلهم 2 بوزيتيف بوتاسيوم جوه؟ طالب قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني هيبقى في فرق جهد، الاوتر سيرفيس مور بوزيتيفلي تشارج، لان في 3 صوديوم بره بوزيتيف يقابلهم 2 بس بوتاسيوم بوزيتيف جوه. يبقى تاني وظيفه للصوديوم بوتاسيوم بامب ان هو ده اللي بيعمل فرق جهد عبر الممبرين في وقت الريست، فيسموه ريستنج ممبرين بوتنشال. اقولها لك بطريقه حلوه، اقراها من الاخر الاول، بوتنشال يعني كهرباء اوف ذا ممبرين ديورينج ريست. حتى حاجات كتيره هبعلمها لكم تقولوا للممتحن الديفينيشن بنظام من دقن وفتله اللي هو قاله لك تعكسه له. هو قال لك وات ذا ديفينيشن اوف ريستنج ممبرين بوتنشال، هو قالها من الشمال لليمين، قولها انت من اليمين للشمال. It is the potential of the membrane during rest. لو كان الصوديوم بوتاسيوم بامب بيرمي 3 صوديوم قصادهم 3 بوتاسيوم ما كانش بقى فيه فرق جهد. 2 بوتاسيوم قصادهم 2 صوديوم ما كانش بقى فيه فرق جهد، وكنا سميناه نون الكتروجينيك، ما بيعملش كهرباء. انما لانه بيرمي 3 صوديوم بوزيتيف بره يقابلهم 2 بوتاسيوم بوزيتيف جوه، فده السؤال في الام اس كيو مهم جدا،
فهذا البامب في الام اس كيو از الكتروجينيك بامب. يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب سؤالين في الام اس كيو مهمين جدا، انتي بورت لانه مادتان في اتجاهين مختلفين، انتي بورت، والكتروجينيك لان الصوديوم اللي بيرميه بره اكتر من البوتاسيوم بيرميه جوه. فكل ده صح في الام اس كيو. لما يقول لك نان الكتروجينيك غلط، هو الكتروجينيك. سيم بورت غلط، هو انتي بورت لانه مادتان في اتجاهين مختلفتين. وبعدين ثالث وظيفه ليه يا اولاد انه هنشرحها بعد دونالدز اكوليبريم حالا، بسبب ان جوه الخلايا في بروتين يا اولاد، البروتين ده بيبقى نيجاتيفلي تشارجد، بيشد الصوديوم البوزيتيف جوه اكتر، ورا الصوديوم يدخل ميه فالخليه تنتفخ وتفرقع. مين اللي بيمنع الفرقعه دي؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب. ان اي صوديوم بيجذبه البروتين النيجاتيف، البروتين النيجاتيف جوه الخلايا، الخلايا مليانه بروتينز والبروتين نيجاتيف، فبتجذب الصوديوم البوزيتيف من بره ومعاه ميه فالخليه تنتفخ وتفرقع. مين اللي بيرجع الصوديوم وبالتالي الميه بره ويمنع فرقعه الخليه؟ صوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى it prevents the cell rupture because of Dunant's equilibrium. Controls the cell volume. بيمنع cell rupture because of Dunant's equilibrium. وهنا بقى بيجيبوها سؤال في الـ في الـ في نورث أمريكا لطيف قوي. يقول لك لو ادينا دواء بوظ الاتيبيز بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب. سؤال صعب جدا. يبقى ما فيش صوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى نرجع الوضع ده. ما نعرفش نرجع الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. يبقى الصوديوم هيتجمع جوه أكتر. والبوتاسيوم بره اكتر. بس الطالب ذكي ده لو ما بيشتغلش البامب هنقف عند هذا الوضع، لان الاي تي بيز بايظ، هيبقى فيه صوديوم جوه اكتر من البوتاسيوم. وطالب يقول لي انت قلت لنا الاوزموتيك بريشر بيعتمد على عدد الجزيئات، يبقى فيه جوه عدد اكتر من الصوديوم من البوتاسيوم بره، فيروح ساحب ميه فالخليه تنتفخ وتنفجر ويتوفانا الله. يبقى هذا الصوديوم بوتاسيوم بامب مش بس اهميته انه موجود في كل خلايا الجسم، ولكن اذا وقف نموت. ده الاجابه النموذجيه لسؤال الاكتف ترانسبورت. ثلاث نقاط اجينست جريدينت، النقطه الثانيه تحتاج اي تي بي والكارير بروتين ويز اي تي بيز، النقطه الثالثه التايبس، مره التايبس اوف ترانسبورت ومره التايب اوف بروتين كارير. تايب اوف ترانسبورت نوعان، القاطره برايمري اكتيف زي الصوديوم، عربات القطار سكندري اكتيف زي الجلوكوز او كو ترانسبورت او سيمبورت. يبقى قلنا كل نوع زي الديفيوجن كان ينقسم الى نوعين، يا سمبل لا عاوز طاقه ولا عاوز كارير، يا فاسيليتيتد عاوز كارير بس مش عاوز طاقه. وما تنساش الاسموزيس ده مش نوع ثالث، الاسموزيس ده سمبل ديفيوجن للطالب اللي فاهم. هنا برضو نوعين، يا برايمري يا سكندري، كل حاجه نوعين في الترانسبورت. التلاتة دي أنواع البروتينز، وبيجي لكم سؤال نظري، أنواع البروتينز. اليوني بينقل مادة واحدة في اتجاه واحد زي الكالسيوم بامب، السيم مادتين في اتجاهين اتنين في واحد زي الصوديوم والجلوكوز، وبعدين أنتي زي اللي لسه واخدينه اللي هو مادة ينقل مادتين في اتجاهين اللي هو زي الصوديوم بوتاسيوم بامب. وبعدين تشرح المثال اللي هو أهم مثال في جسمك، الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هو الكتروجينيك بامب اللي هو انتي بورت، وتشرحه زي ما شرحناه مش هضيع وقت فيه. النوع الثالث من الترانسبورت والاقل اهميه يا ولاد اللي هو الفيزيكولار ترانسبورت، النقل الفويصلي. ده نظري برضه بس خد اقلهم اهميه، يعني اهم واحد كان الفاسيليتيتد ديفيوجن، اسف الديفيوجن. ثاني واحد الاكتف ترانسبورت كان نظري مهم، اقلهم اهميه الفيزيكولار ترانسبورت. هنتكلم عليه في كام نقطة؟ هنتكلم عليه في أربعة نقاط. By definition it is the transport of macro يعني كبير molecules or particles، انتقال حاجة كبيرة سواء كان جزيء molecule أو particles across the cell membrane bound vesicle، عبر vesicle ماسك في cell membrane. يبقى ده التعريف، ترانسبورت اوف ماكرو حاجه كبيره يا موليكلز، لكن هنشوف في حاجه ثانيه غير الموليكلز او بارتكلز. موليكل يعني جزيء، بارتكل يعني جزء، موليكل تصغير جزء عبر سيل ميمبرين باوند فيسكل. طب النقطه الثانيه متوقعه، احنا قلنا مفيش حاجه باسيف
غير الديفيوجن بنوعيه السيمبل والفاسيليتيتي. السيمبل ما فيش طاقة وما فيش كارير، الفاسيليتيتي لا أكل ولا أمل، ما فيش طاقة ما فيش طاقة لكن في كارير. إنما النوعين التانيين اللي هما الأكتيف ترانسبورت والفيزيكال ترانسبورت يحتاجوا إلى أدنوزين ترانسفير. نقطة الثالثة الستيبس يا أولاد، هنا فور ستيبس. برضو بزعل من عدد من الزملاء بيشرحوها يقول لك إن المادة تيجي في تلامس مع السيل ميمبرين، هذا خطأ يا أولاد. كما حضرتك لما بتيجي تقدم ثمر التفاح مثلا بتحطها إن كونتاكت مع فمك، مش بتحطها في أي حتة في وشك، كذا الخلية عندها فم، يعني المادة اللي هتتاكل بالخلية الكبيرة دي بتيجي إن كونتاكت مع فم الخلية، بيسموها إيه بقى؟ بيت. لو البيت دي فيها ريسبتور اللي تعادل عندنا الأسنان، فبنقول إن المادة هتبقى تيجي إن كونتاكت أو أتاتشد لريسبتور لو فيها ريسبتور لكوت البيت. في الحالة دي أدام في ريسبتور يسموه البيت اللي هي الانخفاض، ده بيت يعني انخفاض، كوتد يعني مغلف بريسبتورز. فاول حاجه تخيل انك انت بتاكل ثمر التفاح، اول حاجه تجيب التفاحه في تلامس مع فمك، واذا كان عندك اسنان هتقدمها اللي هو ريسبتور، ما عندكش هتاكل برضه هتديها لك مقطعه، بعد كده هتدخلها جوه بقك. يبقى الماده دي تينفاجينيت. ازاي؟ ازاي بتدخل؟ عن طريق ان بيطلع سودوبوديا، اقدام كاذبه فتدخل جوه. وبعدين الممبرين دي اهم خطوه بقى الثالثه، يبريك داون ويفيوز، يعني يتكسر دي وتتكسر ده ويفيوز، فاصبحت الماده جوه فيسيكل. وزي ما بقولها ده اصول الاتيكيت، ان حضرتك لما بتاكل ما يصحش تقعد فاتح بقك. الخليه كمان عندها اتيكيت. تصور بعد ما بتطلع سودوبوديا ويبقى الماده موجوده جوه الفيسيكل بتقفل بقها، بيحصل بريك داون اند فيوجن فبقت جوه. بعد كده نهضم الماده دي، الفيسكل يروح الجهاز الهضمي الخليه اللي اسمه لايسوزومز، الاجسام المحلله لايسوزوم. واللايسوزوم دي هتعمل ايه يا اولاد؟ فيها هيدروليتيك انزيمز هتقوم بتحليل بتكسير اللايسوزومز، هتقوم بتكسير الماده اللي كناها. بس الفرق الوحيد بيننا وبين الخليه بيننا وبينها ان احنا نواتج الهضم بتاعه الخليه هتديفيوز في البلازما بتاعه السيل اللي هي تعادل الدم. حلو. طب والويست برودكتس؟ حضرتك بتتخلص منها عن طريق فتحه الشرج اللي هي الانس. الخليه بقى عندها بق بس ما عندهاش فتحه شرج. طب تعمل ايه في النواتج اللي هي ما راحتش للدم بتاع الخليه اللي هو البلازما وما زالت جوه الفيسكل؟ تتقيعها. يبقى تعمل عملية عكس دي تماما، وهو داخل تعمل اندوسيتوزيس. الويست برودكتس وهي طالعه نسميها اكزوسيتوزيس. اندوسيتوزيس يعني داخل الخليه، اندو يعني جوه، اكزو يعني بره من كلمه اكسترنال، اكزوسيتوزيس يعني خارج الخليه. من الاسئله المهمه في الام اس كيو يا اولاد انه الاندوسيتوزيس والاكزوسيتوزيس بيحصلوا بالانسد، يعني كل مره بيحصل اندوسيتوزيس بيحصل مقدار مماثل من الاندوسيتوزيس من الاكسيتوزيس، ده بيخلي مسطح السيل ميمبرين ثابت ما بيتغيرش. طيب النقطه الرابعه الاخيره، تايبس اوف فيزيكولار ترانسبورت. قلنا ده اقلهم في الترانسبورت، قلنا ممكن نقسمه الماده داخله يبقى اندوسيتوزيس، خارجه يبقى اكسيتوزيس. كل ينقسم الى نوعين، انا عاملها احب الجداول قوي يا اولاد، جدول رائع اهو، الى الاندوسيتوزيس بينقسم الى نوعين، ماده بتدخل جوه الخليه فبنسميها يا بينوسيتوزيس، وبينو معناها درينكينج، يبقى سيل درينكينج، يا فاجو يعني تاكل، سيل ايتينج. هنا في نقطه ناس مش فاهمينها كويس، حقيقه الامر يا اولاد ان الاثنين اكل، طب ليه سموا واحده فيهم بينوسيتوزيس اللي هي سيل ايتينج سيل درينكينج؟ اسف، بص معايا، خلي عندك قدره على التخيل. كل الخلايا بتاكل بروتين موليكيولز، حلو، جزيئات بروتين. جاوبني على السؤال ده، هل حضرتك لو بصيت تحت الميكروسكوب على خليه بتاخد بروتين موليكيولز هل يمكن رؤيه جزيئات البروتين
بالمجهر العادي؟ طيب قال لي لا طبعا، بدليل الناس بتوع الباي كيمستري ما عندهمش ميكروسكوبات، بروتين موليكلز ما اقدرش نشوفها بمجهر عادي. طب ما حضرتك هتشوف ايه والخليه بتاكل بروتين موليكل؟ هتشوف كل الخطوات الاربعه دي بس مش هتشوف الماده اللي بتتاكل، هتشوفها هي موجوده في وسط ميه، الخليه بتاخد البروتين موليكلز اللي موجودين في الميه ومعاهم ميه، ما هو الجسم مليان ميه، فانت كل اللي هتشوفه هتشوف الرسمه دي بس شيل النقطه السوداء دي، هتشوف الخطوات الاربعه، الخليه بتاخد شويه ميه، هي بتاخدش ميه، بتاخدش ميه، هي بتاخد ميه بالبروتين موليكلز اللي جواها، هي بتاكل بروتين موليكل بس حضرتك مش شايف غير ميه داخله لانك مش شايف البروتين موليكلز، فعشان كده سموها مجازا وتجاوزا بينوسايتوزيس او سيل درينكينج. انا بقولها بقى في اربع نقاط، كل نقطه يا اولاد تديك اللي بعدها. يعني في البينوسايتوزيس الخليه بتاكل ماكرو، فين الكلمه المهمه بقى؟ موليكلز، جزيئات كبيره، فور اكزامبل بروتين موليكلز او جلايكوبروتين، بروتين ماسك في كربوهيدرات، او البي 12، خلاص. فموليكل، طب كونها ايه موليكل انت مش شايفها، يبقى السبستانس ان سوليوشن ووتر سوليبل، البروتين ده يبقى في الميه انت شايفها بتاخد ميه، وعليه نوت سين باي مايكروسكوب، ما بتشوفهاش بالميكروسكوب، وكل الخلايا، كل الخلايا لصحتها لحياتها بتاخد بروتين، فهذا النوع بيحدث ان اول سيلز. يبقى شفت ازاي الاربع نقط واحده ورا الثانيه، كونها موليكلز جزيئات يبقى دايبه مش ان سوليوشن، يبقى مش شايفها نوت سين باي مايكروسكوب، وكل الخلايا بتاخد جزيئات البروتين، يبقى بتحدث ان اول سيلز. بينما الفاجوسيتوزس اللي هي الرسمه اللي انا راسمها دي بقى، ان حضرتك شايف الحاجه اللي بتؤكل لانها مش موليكل، مش جزيئات، بتفهم عربي اجزاء، بارتكل، جزيئ تصغير جزء، هذا البارتكل قد يكون ديد تيشو، قد يكون بكتيريا، البكتيريا والديد تيشو بنشوفهم تحت الميكروسكوب، فانت مش بس شايف الخطوات الاربعه وشايف مش خطوات الاكل وشايف الذي يؤكل، يبقى عشان كده سموها فاجوسيتوز او سيل ايتينج. يبقى بتحدث، شوف الكلمه المهمه هنا، فور لارج، مش موليكل، مش جزيء، بارتكلز يعني اجزاء زي البكتيريا والديد تيشو، وعليه البكتيريا والديد تيشو نوت ان سوليوشنز، السبستانس مش دايبه، نوت سوليبل، وعليه النقطه الثالثه سين باي مايكروسكوب، شايفها بالميكروسكوب، وعليه النقطه الرابعه مش كل الخلايا اولاد بتاكل ديد تيشو بكتيريا، فقط الخلايا الاكوله الفاجوسيتيك سيلز زي الوايت بلاد سيلز، تمام يا اولاد؟ يبقى ده الفرق بين البينو والفاجوسيتوز، جدول من اربعه نقاط. يبقى اتكلمنا على الفيزيكولار ترانسبورت في اربع نقط، ان هي الترانسبورت اوف ماكرو موليكيولز اور بارتكلز اكروس سيل ميمبرين باوند فيسكل، النقطه الاولى. ثاني حاجه انها اكتف، ثالث حاجه الميكانيزم، اربع خطوات، تجيب ثمره التفاح ان كونتاكت، وبعدين تدخلها جوه بقك انفاجينيت، وبعدين تقفل بقك الممبرين يحصل له بريك داون فيوجن، وبعدين تهضم الاكل ويدخل الدم اللي هو البلازما هنا، ونواتج الهب ترميها في هنا ما عندهاش انس، بترميها بعمليه اسمها اكزوسيتوزس. وعلي عندي يوجد نوعان، داخل اندوسيتوزس، خارج اكزوسيتوزس، كل ينقسم الى بينو وفاجو، وقلتها في اربع نقاط. لو بتتكلم على جزيء نمره واحد يبقى دايب، نمره اثنين يبقى لا يرى بميكروسكوب، نمره ثلاثه وكل الخلايا بتاخد جزيئات بروتين. لكن لو بتتكلم على جزء حته بكتيريا حته ديد تيشو يبقى مش دايب، نمره اثنين يبقى نوت سين، يبقى سين اسف، نمره ثلاثه وقولي الفاجوسيتيك سيلز زي الوايت بلاد سيلز. طيب هنا بقى في شويه اسئله ام اس كيو، انا قلت لك ان انا حافظ ام اس كيو وورد وايد. الاكسيتوزيس من القصه اللي انا قلتها لحضرتك، انت اتصورت ان عن طريقها الخليه بتطلع الويست برودكتس اوف دايجيشن، الحاجات اللي ما هضمهاش اللايسوزومز بتطلع الاكسيتوز، لا ده في حاجه مهمه جدا في الاكسيتوز بتيجي في الام اس كيو. كل الغدد الصماء الاندوكراينال جلاندز ما عندهاش ضغط، غده صماء ما فيش ضغط، واللي بتفرز بروتين هرمون، يعني غده صماء نمره واحد والهرمون بتاعها بروتين نمره اثنين، هيخرجوا ازاي من الغده الصماء اللي ما فيهاش ضغط
الى البلد. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو بالاكزوسيتوزيس، بالاكزوسيتوزيس. طيب سؤال تاني مش موجود في كل الجامعات، في بعض الجامعات بس. ممكن نقسم الفيزيكولار ترانسبورت بطريقه تانية غير داخل اندوسيتوزيس وخارج اكزوسيتوزيس وكله الى قسمين باربع فروق. ممكن نقسمها الى كونستيتيوتيف، يعني نمط كونستيتيوتيف تايب، يعني نمط بنيوي، يعني حاجه على اصلها، او ريسبتور ميديتد. يعني انا اقولها لك بطريقه سهله، الكونستيتيوتيف بيبقى الكوتد بيت ما فيهاش ريسبتورز، البيت ما فيهاش ريسبتور اس، ما بتبقاش كوتد، بتبقى بيت بس. انما الريسبتور ميديتد عن طريق ريسبتور بيبقى البيت فيها ريسبتورز. طب ايه رايك يعني لو في ريسبتور هيفرق ايه عن ما فيش ريسبتور؟ في اسنان او ما فيش اسنان؟ بمنطق الحياه احنا قلنا الفسيولوجي كما الحياه. اولا الريسبتور هيخلي الموضوع سبيسيفيك، يعني الماده اللي هتمسك في ريسبتور بس اللي هتتاكل، يبقى هو سبيسيفيك في حاله الريسبتور ميديتد، نون سبيسيفيك في الكونستيتيوتيف. الريسبتور لما يطق يعني يقدم باسنانك الاكل يبقى هتكسره اسرع، تبقى رابيد، وعليه الريسبتور ميديتد اللي فيها ريسبتور كما الاسنان تبقى مور رابيد وسبيسيفيك، انما الثانيه بتبقى ليس رابيد اند نون سبيسيفيك. ده كان النوع الثالث من الترانسبورت يا ولاد. طيب عندنا بقى شويه حاجات صغيره، قلنا مش هنقف غير لما نخلص النهارده باذن الله. الجاب جانكشن ده اتكلمنا عليه، اللي هو الطريقه اللي بننقل بيها ايون من خليه الى خليه. تعالى هناخدها تحت عنوان سؤال اخر. اساسا الجاب جانكشن ده يا ولاد مش احد الميثود اوف ترانسبورت اكروس ذا سيل ميمبرين، ده احد الميثود اوف كوميونيكيشن. فعندي سؤال مهم اسمه انترا سيلولار كوميونيكيشنز. كوميونيكيشن يعني اتصال، زي احنا كده دلوقتي بنكوميونيكيت مع بعض، انا بتكلم وانت سامعني وورد وايد في كل مكان في الدنيا. فبقولها ببداية جميلة وعاطفية شوية، كما انه من القلب الى القلب رسول، من الخلية الى الخلية رسول، ميسنجر. بس الرسول ما بين الخلايا رسول كيمائي، فهو كيميكال ميسنجر. يبقى الانتر سيلولار كوميونيكيشن، انتر يعني ما بين مش انترا، الانتر سيلولار كوميونيكيشن اتصال بين الخلايا بيتم عن طريق كيميكال ميسنجرز، رسل كيميائيين. طيب هنا برضو قلنا هنحفظ بعض بعد اسبوعين، احنا ما بقناش دي النهارده، بنكمل اسبوع باذن الله. رقم الساعه 3، يعني عاوزك المينتال سيت في هذا الموضوع كل حاجه 3، زي ما قلت لك مثلا في الترانسبورت كل نوع من الترانسبورت بينقسم الى نوعين، الفيزيكولار بيبقى اندو واكزو، الاكتيف ترانسبورت برايمري وسكندري، الديفيوجن يا سمبل يا اما كارير ميديتد. هنا عاوز المينتال سيت يبقى كل حاجه اقولها 3 يا ولاد. كيف تتصل الخلايا ببعضها البعض؟ اول طريقه بالجاب جانكشن، ده اللي قلناه. لو ان يوجد خليتان متجاورتان اهو، فممكن ننقل اين وعليه كهرباء اكشن بوتنشال عبر حاجه اسمها جاب جانكشن، اللي هو عرفنا عنه كلمتين اللي بنسميه كونكسون، خلاص، وبيتكون من بروتين سداسي اللي هو هكساجونال. كل ده في الام اس كيو بيجي. يبقى الجاب جانكشن ده شانل بتوصل تو ادجيسنت سيلز، خليتين جنب بعض، ما ينفعش غير لو كانوا جنب بعض، ويسمى كونكسون وهو هكساجونال، وينقل ايه؟ يا اين وعليه كهرباء اكشن بوتنشال، تمام. والغرض ان زي ما انا بتنقل من مدينه القاهره لمدينه الجيزه عبر الكباري الموصله، ان انا ما اغرقش في نهر النيل ما بينهم، ان انا لا اتعرض للاكسترا سيلر فلويد، انتقل من الانترا سيلر تو ذا انترا سيلر دون التعرض للاكسترا سيلر فلويد. الدايمتر بتاع الجاب جانكشن ده از كنترولد باربع حاجات يا اولاد للاوائل، بالانترا سيلر كالسيوم، بالبي اتش، بالدراجز، بالهرمونز. طيب تاني طريقه من الثلاثه، نيورونال، اتصال ما بين عصبي، الخلية العصبية بتطلع كيميكال ماسنجر،
يأثر في خلية أخرى ويأثر في مصل، يبقى ده اسمه نيرونا. ثالث اتصال هرمونا. لو إن الهرمون أطلق في الدم يبقى اللي بيطلقه هنسمي ده هذا الاتصال اندوكراينا، هيأثر في خلايا كتير في الجسم، هيروح لكل الجسم لأنه أطلق في البلاد، وهيأثر في الخلايا، افتح ودك اللي عنده ريسبتور فيها بس مش في كل خلايا الجسم، في كل خلايا الجسم بتفهم عربي التي بها ريسبتور يناسب هذا الهرمون. اما لو الهرمون اطلق في التيشو فلويد بتاع تيشو بذاته يبقى هيأثر في تيشو واحد فيبقى اضعف من الاندوكراين فيسموها باراكراين. اما لو اطلق بخليه ورجع اثر عليها هي نفسها يبقى يسموا ده اوتوكراين بالسيم سيل. يبقى الهرمون اللي هو النوع الثالث انقسم بدوره الى ثلاث انواع، مش قلت لك كل حاجه ثلاثه؟ وده ثلاث اسئله في الام اس كيو، ايه الفرق بين اندوكراينال وباراكراينال واوتوكراينال؟ لو الهرمون اطلق في البلاد اندوكراينال، في التيشو فلويد اقل باراكراينال، من خليه اثر في نفس الخليه تبقى اوتوكراينال. قلت الكيميكال ميسنجر ما بيأثرش في اي خليه، لازم يبقى عنده ريسبتور فيها يونايتس ويذ سبيسيفيك ريسبتور. طب الريسبتور دي موجوده فين؟ قبل ما تسمعني كان حضرتك متصور وناس كثيره متصوره ان الريسبتور ده على السيل ممبرين، وهذا خطا. احنا قلنا كل حاجه ثلاثه، في ريسبتور على السيل ممبرين، وفي ريسبتور في السيتوبلازم، وفي ريسبتور في النيوكليس. لو كان الميسنجر ما بيدوبش في الليبيد يعني مش هيعرف يعدي السيل ميمبرين بنحط له الريسبتور بتاعته في السيل ميمبرين. لكن لو كان الكيميكال ميسنجر ده ليبيد سوليبل بيعدي السيل ميمبرين بنحط له الريسبتور بتاعه يا في السيتوبلازم يا في النيوكليس. يبقى ده سؤال ام اس كيو، يبقى الريسبتور موجود في السيل ميمبرين او السيتوبلازم او النيوكليس. طيب بص معايا، الكيميكال ميسنجر لوحده ان اكتيف يا اولاد، الريسبتور لوحده ان اكتيف، ده سؤال ام اس كيو. الكيميكال ميسنجر ريسبتور كومبلكس هو ده اللي اكتيف، يعني الريسبتور لوحده ان اكتيف، الكيميكال ميسنجر لوحده ان اكتيف، اتحاد الريسبتور مع الكيميكال ميسنجر هو ده اللي بيخليه اكتيف. فتفهمها كويس قوي، دي جمله مهمه في ام اس كيو. طيب لما يمسك الكيميكال ميسنجر قلنا ما بيشتغلش على اي خليه الا عنده فيها ريسبتور، لما يمسك في ريسبتور هيبقى اكتف. هيحصل ايه؟ هيحدث شيء من ثلاث، يبقى كل حاجه ثلاثه. انه لما يمسك الكيميكال ميسنجر في ريسبتور هي اوبننج اوف ا شانل، هيفتح شانل يتدفق من خلالها ايون. او لما يمسك في ريسبتور هي اكتيفيت انزايم، عشان كده قلنا في بعض الريسبتور في السيتوبلازم والنيوكليس هي برضه غير السيل ميمبرين. انزيمز جوه اساسا بس برضه بتاع السيل ميمبرين بياكتيفيت انزيمز. او هيزود الانترا سيلولار كالسيوم كونسنتريشن، طلع الكالسيوم من جوه، الكالسيوم موجود في الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم طلعه. يبقى اتحاد الريسبتور مع الكيميكال ميسنجر نتج عنه شيء من ثلاثه. يبقى ايه رايك بقى نعيدها تاني؟ يبقى لما يجيب لنا الانترا سيلولار كوميونيكيشن كلها ثلاثات يا اولاد، في أربع ثلاثات مشهور. أول ثلاثة، كيف تتصل الخلية بخلية؟ تتصل الخلية بخلية أخرى بحاجة من ثلاثة، لو إنهم متقاربتان أهم بالجاب جانكشن اللي هو كونكسون اللي هو هيكساجون اللي بينقل يا عين يا إما بالتالي كهرباء. لو خلية عصبية تبقى نيرونال، لو نمرة ثلاثة هرمونال. طب نمرة ثلاثة انقسمت ادي تاني ثلاثة لثلاثة، لو اطلق الهرمون في الدم ده سؤال ام اس كيو يبقى اندوكراين، هيأثر في كل الجسم في الخلايا في كل جسم اللي عنده فيها ريسبتور. لو اطلق في تيشو فلويد يبقى اضعف شوية بارالل دي باراكراين، زي ما بقول عندي تيفويد مرض خطير، مرض اقل شوية يسموه بارا تيفويد. خلاص ده لو اطلق في تيشو فلويد، لو اثر في خلية واحدة يسموها اوتو يعني ذاتي اوتوكراين، يبقى دي تاني ثلاثة. طب هذا الكيميكال ميسنجر هيتحد مع ريسبتور في موضع من ثلاث، يا سيل ميمبرين لو كان ليبيد انسوليبل، يا سيتوبلازم او نيوكليس لو كان ليبيد سوليبل، يبقى ده تاني ثلاثه.
طيب قلنا ريسبتور لوحده ينأكتف الكيميكال ميسنجر ينأكتف الكيميكال ميسنجر ريسبتور كومبلكس إز أكتف. ده سؤال مش كيو هينتج عنه إيه بقى؟ شيء من ثلاث: opening of a channel to specific ion, activation of enzyme نمرة 2 أو نمرة 3، يزيد الانترسيلر كالسيوم اللي كان مختزن جوه في الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم. في سؤال تاني ام اس كيو من عجائب الخلق والخلق يا اولاد، ان انا قلت ان الريسبتور ان اكتف والكيميكال ميسنجر ان اكتف، اتحاد هو اللي اكتف، بما يدل على انه وراء الخلق خالق. لو زاد الكيميكال ميسنجر عشان ما يحصلش هايبر فانكشن، الوظيفه تزيد، ربنا خلى عدد الريسبتورز يقل، ونسمي ده داون، ادي ايدي نزل تحت، ريجوليشن. واظن انت هتستنتج الثانيه، وده سؤال ام اس كيو مهم جدا. لو قل الكيميكال ميسنجرز عشان الخليه ما تشتغلش اقل ويحصل هايبو فانكشن، نعوضها بان عدد الريسبتور تزيد، ونسمي ده اب ريجوليشن. اب ريجوليشن، يبقى هنا ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. يبقى ما هي علاقه الريسبتور بالكيميكال ميسنجر؟ ايه رايك انت، دي دايركتلي بروبورشنال ولا انفيرسلي بروبورشنال؟ طالب قال لي بنفتكر انت عملتها ازاي. انفيرسلي بروبورشن، الريسبتور ماشي عكس الكيميكال ميسنجر. لو الكيميكال ميسنجر زاد الريسبتور بيقل، داون ريجوليشن. لو الكيميكال ميسنجر قل الريسبتور بتزيد، اب ريجوليشن. طب في سؤال تاني للاذكياء فقط، تفتكر لو جالك الريسبتور في الام اس كيو دايناميك ولا ستاتيك، عدده ثابت ولا متغير، بيزد على اخر حاجه شرحتها للطلبه الاذكياء. طالب قال لي انت قلت لما الكيميكال ميسنجر بيزيد الريسبتور بتقل، لما الكيميكال ميسنجر بيقل الريسبتور بيزيد، يبقى دايناميك دايناميك دايناميك، ما اوعى تكتبها ستاتيك. ما فيش حاجه ستاتيك غير حاجتين في جسمك، نيرف سيلز ومسل سيلز. ادي واحد من اهم الاسئله، انترسيلر كوميونيكيشن. 4 3 قلنا يا جاب جانكشن يا نيورونال يا هرمونال، والهرمونال ثلاثه، اندوكراينال يا باراكراينال يا اوتوكراينال، والريسبتور اللي هيمسك فيه كيميكال ميسنجر في موضع من ثلاث، يا سيل ممبرين يا سيتوبلازم يا نيوكليس. وقلنا لينتج شيء من ثلاث، يا اما يتفتح شانل سبيسيفيك اين، يا اما يتنشط انزيم، يا اما الانترسيلر كالسيوم يزيد. وما تنساش بقى اسئله الكيميكال ميسنجر والريسبتور، دي مهمه جدا. الكيميكال ميسنجر اكتف، الريسبتور اكتف، الكومبلكس هو اللي اكتف، وعشان كده ربنا خلى ما ده يزيد ده يقل، عشان الموضوع يبقى مظبوط، ده يقل ده يزيد، وعليه الريسبتور تبقى دايناميك. يا سلام لو كتبتوا هذا الكلام يا اولاد، لو في حاجه فوق الفول مارك هيدوها لكم. نيجي اللي بعدها يا اولاد، دونانز ايكوليبريم، دي برضو بشرحها مش للطلبه بس، للزملاء الاصغر سنا عشان نبقى متهذبين. انا عارف انها في كل الكتب مكتوبه بطريقه غريبه وغير مفهومه. دونانز إيكوليبريم ده عملوا 2، واحد اسمه جيبس واحد اسمه دونان، فبيسموها ساعات دونانز إيكوليبريم، او لان هو الاهم دونانز، او جيبس دونانز إيكوليبريم. يبقى عملوا جيبس ودونان، جيبس اند دونان إيكوليبريم، او بيسموها جيبس دونان لو او افكت، كل ده صح. اشهر حاجه كلمه دونان، لازم تلاقي في الحكايه كلمه دونان، إيكوليبريم لو قانون افكت مع جيبس، مفيش مشاكل. بيقول ايه بقى ده؟ بيبقى مكتوب عندكم فقره صغيره، فانا بشرحه ده يعني الايه، للفهم اكثر منه الامتحان، بس هو مهم جدا في الطب جدا. دونان ومعاه جيبس صاحبه قالوا ان وجود نون ديفيوزابل اين زي البروتين، ما هو البروتين نيجاتيف تشارج يبقى هو ايون بس ما بيعديش السيل ممبرين، وجود نون ديفيوزابل اين زي البروتين هيأثر على الديستريبيوشن اوف ديفيوزابل اينز اللي هي زي الصوديوم كلورايد او البوتاسيوم كلورايد اللي هي ممكن تعدي الممبرين. يعني وجود نون ديفيوزابل اين، اين ما يقدرش يعدي الممبرين، بيأثر على توزيع الديفيوزابل اينز اللي ممكن تعدي الممبرين زي الصوديوم كلورايد والبوتاسيوم كلورايد. تعالى نفهم يا ولاد، اعلمكم حاجات ما شفتهاش هتقعدوا مش فاهمينها. قلنا الميه بتتحرك في الجسم بقوه واحده، وهي بنرجع حاجه ملهاش علاقه بالاسموزيس،
اللي بيحرك أي أيون داخل جسمك أحد شيئين، يا concentration gradient الأيون ينتقل من التركيز الأعلى للتركيز الأقل، أو electrical gradient البوستيف يروح للنيجاتيف والنيجاتيف يروح للبوستيف. لا يوجد شيء ثالث هيحرك الأيون باي إتسلف غير الحاجة دي، إلا يخلي أيون بنفسه ماليش دعوة بالأكتيف ترانسبورت ينتقل من مكان لآخر. concentration gradient هو في تركيز أعلى في حتة عن حتة التانية، أو electrical gradient. فكرة الدورنز إكوليبريم كما يفهمها العبد الله، عندما لا يمكن إرضاء التو جريديانس تماما يبقى لازم نرضيهم بنسب متساوية، وده اللي هنشوفه. يعني أنا ما مش هقدر أقعد أنقل الأيون لحد ما التركيز يتساوى تماما عبر الممبرين. هنشوف هنعمل إيه. تفرج آت إكوليبريم حصل إيه. بص معايا كلام لطيف خالص. الأول ده هنسميه البروتين كومبارتمنت، وهنطلق عليه حرف إكس اللي هو الكومبارتمنت اللي فيه بروتين، وده على فكرة ممكن يبقى الخلية، ما الخلية جواها بروتينز، ممكن يبقى بلاد فيسل لأن جوا البلاد فيه بلازما بروتينز. يعني بروتين كومبارتمنت ده تطبيقه في الجسم يا خلية يا بلاد فيسل. بره الخلية الإكسترسيلر، بره البلاد فيسلز برضو إكسترسيلر، ده بنسميه نان بروتين كومبارتمنت، ما فيهوش بروتين، فيه بس صوديوم كلورايد لان هو ده الديفيوزر. ده الوضع اللي حصل ات ايكوليبريم. عاوزك تركز في الصوديوم. الصوديوم كايون فيه يوجد قوتان يقولوا له اتحرك، اللي هما الكونسنتريشن جريدينت والالكتريكال جريدينت. في البروتين كومبارتمنت فيه 12 صوديوم، في النون بروتين فيه 6. يبقى الكونسنتريشن جريدينت تقول له اتحرك من البروتين اللي فيه تركيز اعلى 12 للنون بروتين اللي فيه تركيز اقل 6. يبقى ده الكونسنتريشن جريدينت، اتحرك من البروتين للنون بروتين بنسبه 12 الى 6. بينما الالكتريكال جريدينت تقول له بص يا بروتين، الناحيه دي فيه 9 بروتين نيجاتيف و3 كلورايد نيجاتيف، يبقى فيه 12 نيجاتيف في البروتين، انما الناحيه دي بس في النون بروتين في 6 نيجاتيف اللي هم الكلورايد. يبقى انت بوزيتيف يا بروتين، يبقى لازم تتجه من النون بروتين اللي هو فيه 6 بس نيجاتيف كلورايد الى البروتين كومبارتمنتس اللي فيه 12 نيجاتيف 9 بروتين و3 كلورايد. يبقى الكونسنتريشن جريدينت بيقول له اتحرك من البروتين للنون بروتين بنسبه 12 ل 6، والالكتريكال قال له اتحرك بالعكس من النون بروتين البروتين بنفس النسبة من 6 الى 12. جاوبها انت بقى. قوتان متساويتان متضادتان، يحصل ايه؟ يبقى يحصل إكوليبريم، تقف. يبقى ليه وقفنا عند النقطة دي بقى؟ فهم ليه التوازن حصل عند بالنسبة للصوديوم على النقطة دي؟ لان عند هذه النقطة اصبح الكونسنتريشن جريدينت يساوي ويضاد الالكتريكال جريدينت، قوتان متضادتان متساويتان، فحصل إكوليبريم. تمام؟ ده فكرة يا أولاد الدونانز إكوليبريم. وناس كتيرة أول مرة تاخد بالها من الجملة دي ما أقولها. كلمة إكوليبريم في ناس مش مدققة فيها، جاية من كلمة إيكوال. إيكوليبريم إيكوال، يعني حاجتين بيتساوى. هنا قلنا أي أين بيحركه شيئان، الكونسنتريشن جريدينت والالكتريكال جريدينت. عند الدورنز ايكوليبريم وجود النون ديفيوزابل اين ليه وقف، ليه عمل الايكوليبريم عند النقطه دي؟ لان هي دي النقطه دي اللي بالنسبه للصوديوم اللي عندها كونسنتريشن جريدينت يساوي ويضاد الالكتريكال جريدينت، فحصل ايكوليبريم. بقولها بطريقتي وهي منتهى النظام وللزملاء الاصغر سنا. عند البوينت اوف ايكوليبريم حصل 6 اشياء، 3 تساووا و3 اختلفوا. في احلى من كده؟ في اسهل من كده؟ 3 متساويين و3 مختلفين. اول حاجه تساوت، ليه اهم حاجه؟ ان عند الايكوليبريم الكونسنتريشن جريدينت اوف صوديوم ايكوالز اند اوبوزس الالكتريكال جريدينت. طيب تاني حاجه، لو بصيت في كل كومبارتمنت هتلاقي عدد البوزيتيف، كل كومبارتمنت على حدد بروتين لوحده والنون بروتين لوحده، هتلاقي عدد البوزيتيف تشارجز هنا 12 صوديوم
يقابلهم 12 نيجاتيف، 9 بروتين و3 كلورايد، يعني كل كومبارت متعادل بذاته، هنا 6 كلورايد و6 صوديوم. يبقى تاني حاجه تساوت ان عند الايكوليبريم عدد البوزيتيف تشارجز يساوي عدد النيجاتيف تشارجز ان ايتش كومبارت. ثالث حاجه اهم يا اولاد اللي هي الدورانز ايكوليبريم، ان البرودكت حاصل ضرب الصوديوم كلورايد في البروتين كومبارتمنت 12 في 3 في 36 يساوي البرودكت اوف صوديوم في كلورايد 6 في 6 في 36، وهي دي اللي هوريها لك بعد دقيقه واحده، هي دي الدولانز ايكوليبريم. ان الدولانز قال ان الصوديوم في كومبارتمنت اكس في الكلورايد في كومبارتمنت اكس يساوي الصوديوم في كومبارتمنت واي في كلورايد في كومبارتمنت واي، لان 3 في 12 ب 36 تساوي 6 في 6 اللي هي 36. يبقى كم حاجه بتتساوى عند الدورنز ايكوليبريم؟ 3 يا اولاد. اهم حاجه ايه؟ هو ليه وقفت؟ عشان الكونسنتريشن جريدينت يساوي الالكتريكال جريدينت، حاجتين فوق البيعه، ان كل كومبارتمنت فيه نيجاتيف يعادل بوزيتيف، هنا 12 نيجاتيف و12 بوزيتيف، 6 نيجاتيف و6 بوزيتيف. ثالث واحده وهي الاهم بقى، لان هي دي الدورنز ايكوليبريم، البرودكت حاصل الضرب بتاع الصوديوم كلورايد في البروتين يساوي حاصل الضرب بتاع الصوديوم في الكلورايد في النون بروتين، 3 في 12 تساوي 36 تساوي 6 في 6. واقول لك هي دي فكره حل المساله، يعني لو اداك انت فين النقطه اللي يحصل عندها ايكوليبريم، اللي هي النقطه اللي يساوي حاصل ضرب الصوديوم في الكلورايد في هذا الكومبارتمنت هو نفسه حاصل ضرب الصوديوم في الكلورايد في الكومبارتمنت الثاني. طب ايه الثلاث حاجات اللي اختلفوا؟ تعال نشوف. واحدة هتجيب التانية هتجيب اللي بعدها. تعال نشوف حاصل الجمع الصم. عدد الصوديوم كلورايد هنا كام؟ صوديوم 12 وكلورايد 3، يبقى في كام جزيء هنا؟ 15، بينما هناك في 6 و6 12. يبقى الصم في صوديوم كلورايد في الاكس اللي هي البروتين كومبارتمنت اكتر من الصم اوف صوديوم كلورايد في النون بروتين كومبارتمنت. وعليه لسه قايلينها الاوزموتيك بريشر بيعتمد على ايه؟ طيب قال انا اقول لك النمبر اوف ايونز. طب هنا النمبر 15 وهنا 12، يبقى الاوزموتيك بريشر تاني حاجه اختلفت كنتيجه لاختلاف عدد الايونز، ان الصم هنا اكبر من هنا، بقى الاوزموتيك بريشر هنا اعلى من هنا. الاوزموتيك بريشر في البروتين كومبارتمنت اعلى من الاوزموتيك بريشر في النون بروتين كومبارتمنت. وعليه الووتر شيفت، انتقال الميه تنتقل من اللي فين بقى؟ من الناحيه اللي فيها ملح اقل للناحيه اللي فيها ملح اكتر، يعني من الناحيه الاوزموتيك بريشر فيها اقل للناحيه اللي فيها الاوزموتيك بريشر اعلى، من النون بروتين للبروتين كومبارتمنت. وفي ذلك بقى بفهم للزملاء الاصغر سنا، ممكن يبقى فيه فائده وممكن يبقى فيه ضرر. الفائده لو انا بتكلم، لو البروتين كومبارتمنت هنا هو البلاد فيسلز، يبقى زياده عدد النون ديفيوزابل اينز هنا عن هنا هيشد الميه ناحيه البلاد فيسلز، هيزود حجم البلاد، هيحافظ على البلاد فوليوم وبالتالي على ضغط الدم. لكن لو البروتين كومبارتمنت ده لسه قايله لكم كانت عباره عن سيل، انتقال الميه من هنا لهنا من النون بروتين للبروتين يعني الى داخل السيل هيخلي السيل تنتفخ وممكن ترابشر. وعشان كده قلنا كان احد وظائف الصوديوم بوتاسيوم بامب ان الصوديوم الزياده هنا يرجعه تاني بره. يبقى الووتر شيفت ده مفيد في حاله واحده، لو بتتكلم على البلاد فيسلز، انه هيساعد انتقال مش بس البروتين اللي هتشفط ميه والصوديوم كلورايد الاكتر هنا هيشفط ميه، فده هيزود حجم الدم يحافظ على ضغط الدم، ده لو بتكلم على البلاد فيسلز قابل للاتساع. انما لو بتكلم على سيل، انتقال الميه من هنا لهنا هيخلي السيل تنتفخ وممكن ترابشر، وكان دي الوظيفه الثالثه للصوديوم بامب انه يخرج الصوديوم تاني بره. هقولها تاني، في عجاله في رسمه عاملها انا اهي يا اولاد، ده نفس الرسمه اللي انتم شفتوها، بس عاوز اوريكم الدوننس. انا قلت الدوننس يا اولاد هي ان حاصل ضرب الصوديوم في الكلورايد في الاكس كومبارتمنت 3 او في الاكس كومبارتمنت 3 في 12 يبقى ب 36، هو نفسه حاصل ضرب الصوديوم في الكلورايد في الواي كومبارتمنت، الواي كومبارتمنت 6 في 6 في 36. عارف اصل الدوننس كان عباره عن ايه بقى؟ اللي هي المعادله اللي قبلها. يبقى الصوديوم في الاكس على الصوديوم في الواي
يساوي الكلورايد بالعكس، وكان في زميله كاتباها في الكتاب خطا، زميله فاضله، يساوي الكلورايد في الواي على الكلورايد في الاكس. يعني الصوديوم في البروتين على النون بروتين يساوي العكس، يساوي العكس، الكلورايد في النون بروتين على الكلورايد في البروتين. وعليه لو ضربت بقى الصوديوم في الكلورايد، مقاس اهي الصوديوم في الواي في الكلورايد في الواي يساوي الصوديوم في الاكس في الكلورايد في الاكس، اللي هي دي. بس دورنز ما قالش ان حاصل الضرب بتاعهم هنا يساوي ده، انا بدات بالاسهل، هو قال دي اللي فوقيها، ودي اللي بتيجي في الام اس كيو، ان اد دورنز اكوليبريم نسبه الصوديوم في الاكس على الصوديوم في الواي تساوي العكس، الكلورايد في الواي على الكلورايد في الاكس. يعني اقولها بطريقه اسهل، الصوديوم في البروتين على الصوديوم في النون بروتين، في البروتين على النون بروتين الصوديوم يساوي الكلورايد بالعكس، بالعكس في النون بروتين على الكلورايد في البروتين. ده السؤال في الام اس كيو، دي النقطه المهمة. وعليه قلنا لكن حاصل الجمع هنا اكتر من هنا، اهو هنا قلنا دول 15 دول 12، وعليه الاوزموتيك بريشر في البروتين اعلى من النون بروتين، وعليه الووتر شيفت حصل من هنا لهنا. هعيدها تاني للتاريخ بان انا اولموست قربت اخلص يا ولاد، او اكشلي خلصنا الحاجات الاصعب. الدورنس اكوليبريم باختصار شديد معناها ان وجود نون ديفيوزابل اين وهو البروتين يؤثر في توزيع الديفيوزابل اينز عبر ممبرين بيرميبل للديفيوزابل وامبيرميبل للبروتين، تمام؟ ده معنى الدونانز او الجيبس دونانز اكوليبريم. دونان اكوليبريم قلت ات اكوليبريم حفظها لاجيال والزملاء الاصغر سنا، في ثلاث حاجات تساووا وثلاثه اختلفوا. لتساووا اهم واحده اقولها لي، لماذا توقفت حركه الصوديوم؟ لان الكونسنتريشن جريديان بيقول له اتنقل من البروتين للنون بروتين من 12 ل 6 يساوي ويضاد الالكتريكال جريدينت اللي بيقول له اتنقل بالعكس من النون بروتين للبروتين، اللي هنا في 6 نيجاتيف وهنا في 12 نيجاتيف. يبقى ليه وقفنا هنا؟ عشان قوتان متساويتان متضادتان. قلت اي ايون بيتحرك بحاجتين، كونسنتريشن جريدينت والكتريكال جريدينت، مش قادر ارضي الاثنين بنفس تماما فارضيهم بنفس النسبه، ان الكونسنتريشن جريدينت يساوي ضاد الالكتريكال جريدينت بالنسبه للصوديوم. ادي اول حاجه تساوي. تاني حاجه تساوي ان كل كومبارتمنت في عدد النيجاتيف يساوي عدد البوزيتيف، 12 صوديوم بوزيتيف و12 نيجاتيف كلورايد وبروتين، هنا 6 كلورايد نيجاتيف و6 صوديوم. ادي تاني حاجه تساوي تعد معايا. تالت حاجه هي اهم واحده هي الدوننس، ان حاصل الضرب البرودكتس اوف كلورايد في صوديوم في البروتين 3 في 12 ب 36، هو نفسه حاصل الضرب للكلورايد في الصوديوم في النون بروتين اللي هو 6 في 6 ب 36. دورنز ما قالهاش كده، دورنز قال ان يبقى الصوديوم في البروتين على النون بروتين يساوي العكس، الكلورايد في النون بروتين على الكلورايد في البروتين. ده اللي هتجيلك في الام اس كيو، ان قال دورنز تركيز الصوديوم في النون في البروتين على النون بروتين يساوي اعكسها الكلورايد في النون بروتين على البروتين، الصوديوم في الاكس على الصوديوم في الواي يساوي العكس، الكلورايد في الواي على الكلورايد في الاكس. طيب ايه الحاجات اللي اختلفت؟ عدد الايونز، الديفيوزابل هنا اكتر من الديفيوزابل هنا، الصوديوم كلورايد هنا 15 12، وعليه الاوزموتيك بريشر نمره 2 هنا اعلى، وعليه الووتر شيفت يحصل من النون بروتين للبروتين دي نمره 3، وقد يكون في ذلك نفع لو كنا بنتكلم على بلاد فيسلز، وضرر لو كنا بنتكلم على السيل، وعشان كده تخلصنا من الصوديوم الزياده ده بالصوديوم بامب، وده اللي خدناه الوظيفه الثالثه للصوديوم بامب. لا يمكن هتسمع الدونانز ايكوليبريم بهذه الطريقه، بس مش هقولها اكثر من ذلك. طيب نيجي بقى كلام سهل خالص، قدرنا حاجات سهله خالص. ريجوليشن بودي فانكشنز، ازاي بنظبط يعني There is two main control system في الجسم. ده كلام ام اس كيو بس وكلام خفيف خالص يا ولاد. في nervous regulation وفي hormonal او chemical regulation. Nervous regulation structural unit، ما هي وحدة التركيب للجهاز العصبي؟
نيرون خلية العصبية. ما هي الفانكشنال يونت وحدة الوظيفة؟ وده نوع من ال 12 نوع في الام اس كيو، ده اللي هو ريفلكس ارك قوس الانعكاس. لو حضرتك شكيتك في رجلك يبقى انا عملت ستيميليشن للبين ريسبتورز، هتبعت عن طريق خليه وارده اسمها افرين، خليه عصبيه وارده اسمها افرين، تروح للسنتر، السنتر يقرر ان في شكه الحاجه دي مؤذيه يبقى لازم اسحب رجلي بعيد، فالسنتر يبعت عن طريق خليه صادره اسمها افرين يقول لعضلات رجلك اللي هي الافكتور اورجان اسحب الرجل عن مصدر الاذى. يبقى ريفلكس ارك ده بيكون من كام جزء في الام اس كيو 5؟ عد معايا. ريسبتور اللي استقبل البينفول ستيمولس، بعت عن طريق خليه وارده اسمها افرين، خد بالك الاي قبل الاي، الوارد ثم الصادر، يبقى افرين ده نمره 2، سنتر نمره 3، افرين نيرون نمره 4، وافكتور اورجان نمره 5. والافكتور اورجان ده حاجه من 2 على فكره، ما ينفعش غير حاجه باثنين، يا ماسل يا جلان. والمصل زي ما انتم عارفين تلات انواع، يا سكيليتال يا كارديك يا سموث، والجلانز نوعان يا اكسوكراينال يا اندوكراينال. لو خدت بالك لو انا عدلتها كده يا اولاد يبقى شكلها عامله زي القوس اهي، عشان كده سموها ريفلكس ارك. ده وحده الوظيفه. يبقى اول سؤال في الام اس كيو هيقول لك من هو وحده التركيب، الاستراكشر يونت والفانكشن يونت، وتختار الصح. لو قال لي نيرون يبقى ده الاستراكشر يونت، لو قال لي ريفلكس ارك يبقى ده الفانكشن يونت، ما لخبطش. يبقى وحده التركيب الخليه العصبيه، وحده الوظيفه ريفلكس ارك، اللي هو بيتكون من كام جزء يا اولاد؟ 5 اجزاء، ريسبتور، افرين نيرون، سنتر، افرين نيرون، اند افكتور اورجان اللي هو يا ماسل يا جلان، مفيش حاجه ثانيه غير الاثنين دول. والماسل 3 انواع، سكيليتال كارديك سموث، والجلانز اكسكراينال اندوكراين. طيب بينما نيجي الهرمونات، لسه واخدين السؤال، لو الهرمون اطلق في الدم يبقى اندوكراينال، لو اطلق في التيشو فلويد يبقى باراكراينال، لو اثر على نفس الخليه يبقى اوتوكراينال. طيب ايه المزايا بقى؟ بص الهرمون، تعال ناخد احسن واحد اللي اطلق في الدم. عارف اسرع سرعه في الدم كام؟ اشوف مين هيفتكرها لما نوصل للكارديوفاسكولار سيستم. نص متر في الثانيه، فين فين في شريان الاورطه؟ ده اسرع واحد في شريان الاورطه، نص متر في الثانيه. فالكنترول هنا يعني هنوصل نص متر في الثانيه، لكن النيرف سيجوليشن سريع يا اولاد. ليه؟ لان الاشاره العصبيه دي كهرباء بتصل مش نص متر في الثانيه. شوف مين هيفتكرها لما نيجي للنيرف، في احسن الاعصاب اللي هو اي الفا 120 متر في الثانيه. يبقى عليه ان بماذا يتميز النيرف سيجوليشن؟ انه فاست لكنه لاست شورت دوريشن، وبيروح لحاجه معينه، يا ماصل يا جلان، ما يروحش كل حته، عشان كده الاكس اكزاكتلي في حاجه واحده او لوكال. انما الهرمون هيروح نص متر في الثانيه مش 120 سلو اونست، بس هيقعد مده طويله لاست لونج تايم، واكس اكستنسفلي. لو في البلاد قلنا هيروح كل الجسم لكل الخلايا، انتوا فاكرين احسن مني اللي عندها ريسبتور، باراكراين هيروح للنسيج كامل، اوتوكراين بس هو اللي بيروح لخليه واحده. يبقى دول ثلاث فروق في الام اس كيو. يبقى النيرف سريع ويقعد مده قصيره ويروح لحته معينه. الاندوكراينال بطيء نص متر في الثانيه، يروح لحته كتيره. اكس اكستنسفلي ولاس فور لونج تايم. طالب مره قال لي حاجه لطيفه، هو مش احنا بنقول المركب اللي ليها رئيسين تغرق؟ هو ليه ربنا عامل نيرفس واندوكراينال ريجوليشن؟ انا اقولها لك. مثال لطيف قوي. حضرتك بعد ما هتخلص يعني هتريت يور سيلف بانك هتاخد سناك كده، هتاكل حاجه. انت جعان بقى، فالاكل في ثانيه واحده، عارف نص الناس تاكل زلط، في ثانيه واحده الاكل انتقل من الفم للمعده. يبقى المفروض العصاره المعديه تطلع بسرعه ولا ببطء؟ ده في ثانيه بقى في المعده، تطلع بسرعه، فعشان كده العصاره المعديه بتبتدي نيرفس. بس الاكل هيقعد في المعده 3 4 ساعات. يبقى مين يكمل يقعد معاه مده طويله كده؟ اندوكراينال.
الهرمونال. This is why ربنا عمل نيرفس هرمونال. السريع يبتدي النيرفس فاست بس بيقعد مدة قصيرة، والبطيء يكمل الهرمونال بس بيقعد مدة طويلة. مش هما ريسين والمركب هتغرق، هما متكاملان. واحد يبتدي النيرفس ريجوليشن فاست اونست السريع بس مدته قصيرة شورت دوريشن، والتاني يكمل سلو بطيء بس لونج دوريشن واكس اكستنسيف كده مش هتنساها. طب نيجي في حاجه اسمها اوتو ريجوليشن اللي هي مثال ليها الاوتوكراينال، بس مش هنا طبعا. انا ما بقول اوتو ريجوليشن ممكن تبقى ملهاش اي علاقه لا بنيرفس ولا بهرمونال، انما زيها يعني في الشكل. اوتو ريجوليشن يعني الحاجه هتنظم روحها، لا معتمد على نيرفس ولا على هرمونال. دي بتتميز بانها بتبقى قوتها ضعيفة، الامبليتيود يعني القوة سمولر، والاكستنشن مداها سمولر برضو. ده الاوتريجيليشن. بل الاوتريجيليشن تنظيم ذاتي، لا هو نيرفس ولا هو هرمون. ما تخبطيش مع كلمة اوتوكراينال. اوتوكراينال ده هرمون بيشتغل بس على خلية، يعني في بس انها على حاجة صغيرة، انما كلمة اوتريجيليشن يعني لا هي نيرفس ولا هي هرمون، سمولر امبليتيود سمولر اكستنشن. طيب في بعض الجامعات مش في كلها، احنا قلنا وحدة التركيب في النيرفس سيستم هي ايه يا اولاد؟ هي الاستراكشر يونت، وحدة الوظيفة الفانكشنال يونت. ازاي بنكلاسيفاي نيرفس ريفلكس او الريفلكس ارك اللي هو الفانكشنال يونت، وحدة الوظيفة اللي هو ريفلكسز في الجسم بنقسمها ازاي؟ باربع طرق. دي لو ما عليكش في الجامعة مش مهمة، بس انا زي ما بقول انا بغطي كل الجامعات وورد وايد. بنقسم الريفلكسز حسب ما الريفلكس ارك اللي هو الفانكشنال يونت، الفانكشنال يونت هو الريفلكس ارك مش الاستراكشر، حسب مكان الريسبتور لاربع انواع لثلاث انواع. لو الريسبتور في الجلد يبقى سوبرفيشال يعني سطحي، الريسبتور في العضلات والديب تيشو يبقى ديب، الريسبتور في الفيسرا يبقى فيسرال ريفلكس. يبقى الريفلكسز بتنقسم حسب موضع الريسبتور الى ثلاث. لو في الريسبتور في الجلد سوبرفيشال، في الديب تيشو او في الماسل يبقى ديب، في الفيسرا يبقى فيسرا ريفلكس. طب حسب عدد السينابسز، لو الخليه الوارده اللي هي باللون الاسود دي التقط مباشره مع الخليه الصادره، يعني الافر النيرون اهي الاسود ده التقى على طول بالافر النيرون مفيش لون الاحمر ده، يبقى في مكان التقاء واحد فنسميها مونو سينابتيك احادي الاتصال. تعالى حتى ارسمها لك هنا جنبها. لو التقى الافرنت نيرون مع الايفر نيرون مباشره اهي، يبقى مكان اتصال واحد اهي رسمتها لك. التقى الليسو مع الليسو على طول، الافرنت مع الايفر. لكن لو في وان اور مور انتر نيرون، في خليه ثالثه او اكتر من ثالثه، ثالثه رابعه وخمسه، بقى في كم مكان اتصال ما بين الافرنت والانتر نيرون واحده، وما بين الانتر نيرون والايفرين كمان واحده، بقت يا اما بولي سينابتيك يعني متعدده الاتصالات، وده معظم الريفلكسز. يعني لو التقى الافرين نيرون مباشره بالايفرين نيرون بقت مونو سينابتيك، لكن لو التقى الافرين فيما بينهم وبين الايفرين انتر نيرون ان شاء الله واحد بقت بولي سينابتيك، وده بيغلطوكوا فيها. يبقى في المونو سينابتيك مش في وان انتر نيرون، في نو انتر نيرون، لازم يلتقي الافرين بالايفرين مباشره نو انتر نيرون، لان لو في 1 1 1 انتر نيرون بقت بولي سينابتيك. واعملها لك بايديا اهو يا اولاد. لو التقى الافرين بالايفرين على طول بقى مكان اتصال واحد يسموه مونو سينابتيك. يبقى في المونو سينابتيك مفيش انتر نيرون خالص، لكن لو في انتر نيرون اهو باللون الاحمر ما بين الافرين والايفرين بقى في كم مكان اتصال؟ ادي هنا واحد ما بين الافرنت والانتر نيرون، وما بين الافرنت والانتر نيرون بقى بولي سينابتيك. فدي غلطه مشهوره ان الطالب بيقول لك مونو سينابتيك يبقى فيها وان، مونو مع وان لا غلط، مونو سينابتيك ما فيهاش خالص انتر نيرونز، فيها الافرن بيلتقي مباشره بالافرن نيرون، الوارب مع الصدر على طول ما فيش ما بينهم حاجه، فبقى في مكان اتصال واحد. لو في واحد سؤال مسكيو صعب، واحد بس مكان اتصال واحد انتر نيرون واحده اصبح بولي سينابتيك. سؤال مسكيو انا حافظهم وورد وايد. ممكن نقسم ريفلكسز حسب السنتر، السنتر تحت في السباينال كورد يبقى سباينال ريفلكس،
في المظلة أوبلينجاتا في البرين ستيم يبقى ميدالا ريفلكس، في الميب برين يبقى ميب برين ريفلكس، في السريبرال كورتكس في القشرة المخية يبقى كورتيكال ريفلكس. يبقى حسب السنتر عندنا أربعة أنواع. ممكن أقسمها بطريقة رابعة، هل ريفلكس كونديشن ولا أن كونديشن، مشروطة ولا غير مشروطة؟ ودي هناخدها في الجي اي تي. الريفلكس المشروطة من اسمها كونديشن، لها كونديشن، لها شروط وبنكتسبها، ما بنتولدش بيها، اكواير، مكتسبة. انما الريفلكسز اللي عن كونديشن اللي ملهاش شروط بنتولد بيها انبور ولا شروط لها. واحد يقول لي طب ادينا مثال عشان الاخرانيه دي صعبه شويه. حضرتك يوم تولد لو حطينا اكل ببقك بتطلع لعاب، يبقى انت مولود بالريفلكس ده، اي اكل ستيمولس يدخل جوه بقك تطلع لعاب، يبقى ده انبورن، انت اتولدت بيه ومش عاوز اي شرط، يبقى انكونديشن. يبقى الانكونديشن انبورن يعني مولود بيه ولا شروط. لكن في مسار الحياه بتتعلم ان الصوت اللي سامعه ده صوت تجهيز السفره، بيحطوا اطباق وشوك وسكاكين، يبقى في اكل فيسيل اللعاب، يبقى هنا ما بتتولدش بيه، ده اكوار بتكتسبه، ويحتاج انك تتمرن عليه تعرف الصوت ده صوت ايه وتميزه انه ده صوت سفره بتتحضر. خلاص، فيبقى عاوز شروط وفي نفس الوقت اكوار نكتسبه في مسار الحياه. يبقى ده ال ريفلكس ارك بينقسم باربع طرق حسب الريسبتور لثلاثه، سوبرفيشال حسب موضع الريسبتور لسوبرفيشال وديب وفيسرال، حسب عدد السينابسز، لما فيش ولا سينابس يبقى مونو سينابتك، وفي لو في وان سينابس اس ما فيش ولا انتر نيرون، اسف ولا انتر نيرون، يبقى مونو سينابتك، في انتر نيرون واحد 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 بقى بولي سينابتك. حسب السنتر الاربعه سباينال ميدلري ميد برين اند كورتيكال، حسب الشروط كونديشن وان كونديشن. والاكزامبل عندنا زي اللايت ريفلكس، لما احط ضوء في عينك يا اولاد الحدقه بتضيق، لما تتشك في ايدك تسحب ايدك بتعمل فليكشن وذرول، يعني تسحب ريفلكس، لما العضله تشدها بتنقبض ستريتش ريفلكس، وبارو ريسبتور ريفلكس في ضبط الارتيريال باب بريشر. يعني في امثله كتيره جدا. ده مش هيجي غير اسئله ام اس كيو يا اولاد، انا قلتها كلها كل الاسئله ومش عايدها تاني. بقى ايه الفرق بين النيرفس، ليه ربنا عمل نيرفس وهرمونا، ومين هو الفانكشن الاستراكشر يونت النيورونز، الفانكشن يونت ريفلكس ارك باجزائه الخمس، ان بنبتدي نيرفس يبقى ده فاست بس بيقعد مده قصيره وبيشتغل على حته صغيره اكزاكتلي او لوكالايز، بينما الهرمونال ده بيبقى بطيء وبيقعد مده طويله ويشتغل على اماكن كتيره. وبعدين قسمنا ريفلكس ارك اللي هو وحده الوظيفه حسب الريسبتور والسينابسس والسنتر والكونديشن، ودينا شويه اكزامبل. طيب فاضل حاجتين صغيرين مش في جامعات كتيره، بس انا بحب اقولهم لانهم مليانين اسئله ام اس كيو حتى لو مش عليك في الجامعه. الفانكشن اوف بروتين في السيل ممبرين يا اولاد. الطالب اللي سمع المحاضرات عرف اربع وظائف، ان الكارير بروتين عندها وظيفتين. للاسف الانتجرال بروتين بتشتغل ككارير او تشانلز، البريفر بروتين كريسبتور او انزيمز. في بعض الجامعات في سؤال مشهور جدا، فانكشنز اوف بروتين في السيل ممبرين. 10 اللي عندهم السؤال ده نظري. طب واللي ما عندهمش العنوان ده؟ اسمعوني برضو كويس قوي قوي قوي، لانه متضمن في وسط الكورس ال 10 وظائف كام اس كيو. يعني لو حضرتك عندك العنوان يبقى بقى سؤال نظري وام اس كيو شفوي، ما عندكش العنوان بقى شفوي ام اس كيو بس. وانا عملها لكم بطريقه لطيفه جدا. العشرة دول مقسمهم 1 2 3 4، يعني الى اربع مجموعات، مجموعه فيها حاجه واحده، مجموعه فيها حاجتين، مجموعه فيها ثلاثه، ادي الكود، ومجموعه فيها اربعه. اول وظيفه ان البروتين داخل في تركيب السيل ممبرين، يبقى هو ستراكشر بروتين، ده هو اهم واحد. ده 55% من السيل ممبرين عباره عن بروتين. يبقى اول وظيفه البروتين انه يدخل في تركيب السيل ممبرين، دي وظيفه لوحدها. طيب نيجي بقى الانتجرال بروتينز. انتجرال بروتينز قلنا بتشتغل يا تشانل يا كارير.
بس هنا الكارير هنقسمها اثنين، في كارير في حاله الفاسيليتيتد ديفيوجن خدناه اللي هو الكارير ميديتد، وفي كارير خدناه النهارده مع الاكتف ترانسبورت. يبقى الانتجرال بروتين اللي بياخد الهول ثيكنس ثلاث وظائف. نبتدي بالشانلز، كلها حاجات خدناها. الشانلز نوعان، يا ما فيش جيت نون جيتد، يا اما جيتد لها جيتس، واللي جيتد قلنا الابواب المصاده تفتح بطريقتين، يا بالكهرباء فولتج جيتد بتفتح بالاكشن بوتنشلز، يا بمفتاح زي باب المنزل. المفتاح ده بنسميه لايجان جيتد، والمفتاح ده ممكن تحطه من بره اكسترنال لايجان زي الهرمون، او تحطه من جوه انترنال لايجان زي الكالسيوم والسايكليك ام بي. تمام، يبقى كلها حاجات خدناها، فممكن تيجي في الام اس كيو يا اولاد. يبقى ده. طيب نيجي بعد كده بقى السؤال اللي جاي صعب قوي، خدناه لو ما جمعتوش معاه مش هتعرفه. احنا محتاجين كارير بروتين من غير طاقه في الفاسيليتيت الديفيوجن اهي، اللي هو الكارير ميديت الديفيوجن. عاوزين كارير بس عاوزين طاقه، وعاوزين كارير وطاقه في الاكتف ترانسبورت. فسؤال من اشهر اسئله، ايه الفرق بين الفاسيليتيت الديفيوجن اوف جلوكوز، يعني انتقال الجلوكوز من تركيز عالي لتركيز واطي، وبين الاكتف ترانسبورت اوف جلوكوز اللي هو انتقال الجلوكوز برضو فروم لور تو هاير. الاثنين عاوزين كارير، خلاص، بس في فرق. في الفاسيليتيت ديفيوجن مش عاوز اي تي بي، محتاج كارير بس مش عاوز اي تي بي. ليه؟ لانه بيحدث ويث جريدينت. الفاسيليتيت ديفيوجن قلنا ديفيوجن فروم هاير تو لور، يبقى ويث جريدينت، وعليه مش عاوز طاقه اي تي بي، وعليه الكارير بروتين اللي انا عاوزه مش لازم يبقى عنده اي تي بيز اكتيفيتي، لان انا مش محتاج اي تي بي، مش هكسر اي تي بي. يبقى شفت واحده جابت الثانيه جابت الثالثه. يبقى في الفاسيليتيت ديفيوجن اوف جلوكوز بيحدث الفاسيليتيت ديفيوجن الديفيوجن فروم هاير تو لور ويث جريدينت، وعليه نو ادينوزين ترايفوسفيت، وعليه الكارير بروتين مش هيكسر اي تي بي، فمش ضروري يبقى عنده اي تي بيز اكتيفيتي. اظن انت فهمت العكس. طب الكارير بتاع الاكتيف ترانسبورت قولهم بالعكس، الاكتيف ترانسبورت يبقى اجينست جريدينت، خلاص اجينست جريدينت، وعليه ادام اجينست جريدينت يبقى عاوز ادينوزين ترايفوسفيت، وعليه لازم الكارير بروتين يبقى قادر على تكسير الاي تي بي عشان يطلع الطاقه، يبقى عنده اي تي بيز. ده واحد من اصعب الاسئله يا اولاد في الشفا وفي الام اس كيو. ايه الفرق بين الفاسيليتيتد ديفيوجن اوف جلوكوز والاكتف ترانسبورت اوف جلوكوز؟ الفاسيليتيتد ديفيوجن اوف جلوكوز بيبقى ويذ جريدينت، عاوز كارير بس ويذ جريدينت، وعليه مش عاوز اي تي بي، وعليه كارير ما عندوش اي تي بيز اكتيفيتي. انما لما نقول الجلوكوز فروم لور تو هاير يبقى اجينس جريدينت، يبقى عاوز طاقه اي تي بي، وعليه الكارير لازم عنده اي تي بيز اكتيفيتي. وايه انواع الكارير بتاعت الاكتيف ترانسبورت؟ اظن قلناها يا اولاد، ده بتيجي سؤال ام اس كيو. يوني او سيم او انتي. يوني بتشيل ماده واحده في اتجاه واحد واحد في واحد زي الكالسيوم بامب. سيم مادتان في اتجاه واحد زي الصوديوم والجلوكوز، او انتي مادتان في اتجاهين مختلفين زي الصوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى كام وظيفه هنا للانتجرال بروتين اللي واخد الهول ثيكنس؟ يا تشانل يا كارير، والكارير خدناه مره مع الفاسيليتي ديفيوجن ومره مع الاكتيف ترانسبورت، يبقوا ثلاثه. طب نيجي للبريفرال بروتينز. قلنا البريفرال بروتين لو بره هتشتغل كريسبتور، لو جوه هتشتغل كانزايمز. طب مين لما يمسك اللايجن في الريسبتور ازاي اصنع انزيم؟ في وصله ما بينهم اسمها جي بروتين، بتكونكت الريسبتور للانزيم، ده ريجوليتوري بروتين، فتعمل استيميليشن انزيم او انهيبيشن انزيم. وبعدين في ايدنتيتي بروتين، فاكر البادج اللي قلناه اللي كان معمول من كربوهيدرات وبروتين جلايكوبروتين؟ قلناها بيساعد خلايا المناعه انها تعرف هل الخليه دي سيلف ولا نون سيلف. يبقى ارجع لها.
يبقى البريفرال بروتين ليه اربع وظائف. لو بره هتبقى ريسبتور، وقلنا عليه معلومات جميله قوي في الام اس كيو، عيدها لك تاني. الريسبتور لوحده ينكتف، الكيميكال ميسنجر ينكتف اللي هو ممكن نسميه لايجاند، الكيميكال ميسنجر ممكن نسميه لايجاند. فريسبتور ينكتف، اللايجاند ينكتف، الريسبتور لايجاند كومبلكس از اكتف. وقلت العلاقه بينهم انه لما اللايجاند يزيد الريسبتور يقل، ولما الريسبتور يقل العكس، لما اللايجاند يزيد الريسبتور يقل، ولما اللايجاند يقل الريسبتور تزيد. مش بس بيزيد النمبر والسنسيتيفيتي اوف ريسبتور، يعني النمبر العدد اللي هو الكم والكيف السنسيتيفيتي اوف ريسبتور بتتناسب عكسيا مع اللايجاند. انتهى لكم. لو اللايجاند اللي هو الكيميكال ميسنجر زاد عشان ما يحصلش هايبر فانكشن، الريسبتور يقلل عدد والسنسيتيفيتي. لو اللايجاند اللي هو بيشغل الريسبتور قل، الريسبتور النمبر والسنسيتيفيتي تزيد. ده مهم جدا في الام اس كيو، بنقولها تاني اهي. قلنا الريسبتور لوحده ان اكتف، واللايجاند او الكيميكال ميسنجر ان اكتف. طيب ده لو بره. طيب جوه ممكن البريفرال بروتين يشتغل كايه يا اولاد؟ قلنا كانزايم، يبقى كريسبتور كانزايم. طب مين يخلي لما اللايجاند يمسك في الريسبتور يشغل انزايم؟ في وصله ما بينهم اسمها جي بروتين، بتكونكت ريسبتور تو انزايم. وهي ليه سموها ريجولاتوري؟ لانها ممكن تستيميليت الانزيم، ممكن تنهيبت الانزيم. في انواع تستيميليت وانواع تنهيبت. وبعدين رابع حاجه ايدنتيتي بروتين اللي هو جلايكوبروتين، كربوهيدرات البروتين بيعملوا البادج اللي على كل خلايا الجسم، اللي بيخلي خلايا المناعه تعرف كان ريكوجنايز هل الخليه دي عليها البادج الصح تبقى سيلف ما نضربهاش، ولا عليها البادج الغلط نون سيلف نضربها. طيب اخر وظيفتين كونكشن واديجن. ان ممكن البروتينز تربط خليه بخليه، بايندينج جانكشنز خدناها، زي تاخدوها في الهيستولوجي تايت جانكشنز، بيصبح الجداران جدار واحد بتاع الخليه، سموها تايت جانكشن قويه. طب لما الجدارين يبقوا لازقين في بعض ومربوطين ببعض بفايبر اخف شويه يسموها ديسموزومز. طب لما ينفصلوا عن بعض ويعديهم كوبري نسميهم جاب جانكشن. فاكرين اخدناها؟ ما دي كانت بروتين، كانت كونكشن، ده عباره عن بروتين اللي هو هيكساجونال بروتين. يبقى ده ممكن البروتينز في السيل ممبرين بتربط الخلايا ببعض، يا تربطهم رابطه جامده قوي تاي جانكشن، يبقوا يصبح الجداران جدار واحد، يا اما جدارين مربوطين بفايبرز يبقى ديسموزومز، يا اما بعاد عن بعض شويه بس في ما بينهم كوبري يبقى جاب جانكشن. وفي ادهيجن مونيكلز بتلزق كل الخلايا في البازيلر لامينا، في الصفيحه القاعديه، لو الخلايا انت ما تبص في الهيستولوجي تلاقي كل الابيثيليوم جنب بعض متمسمرين في البيز ممبرين. مين اللي بيمسمرهم؟ البروتين ادهيجن مونيكل بيلزق الخلايا في البازيلر لامينا تو ايتش اذر. وده مهم في الامبريو، في الجنين. هو الجنين لما بيبقى الخليه واحده وتنقسم، كل واحده هتسرح تروح بعيد، ولا عاوزين الخلايا تقعد مربوطه ببعض لتصنع جنين؟ يبقى مهمه جدا الادهيجن موليكيل في الامبريو. وفي الوند هيلينج لما بتحصل لك اصابه والخلايا بتتكون، هتعمل كل خليه لوحدها لازم يمسكوا ببعض عشان يعملوا تيشو يملى الفراغ اللي اتعور، يبقى في الوند هيلينج. ده للناس اللي عندها الفانكشنز اوف بروتين في السيل ممبرين. اللي ما عندهمش زي ما انت شايف كلها اسئله ام اس كيو، هقولها تاني في عجاله. إن أولاد وظائف البروتين في السيل ممبرين 10 أحسن طريقة للحفظ، 1 2 3 4. ابتدي بواحد، إن البروتين في السيل ممبرين بتعمل ستراكشر بروتين، 55% من البروتين، 55% من السيل ممبرين عبارة عن بروتين، دي وظيفة لوحدها. قلنا البروتين في السيل ممبرين عاملة كرات، الكرات نوعان، فاكر؟ يا اما كرات كبيره واخده كل السمك الهول ثيكنس سميناها انتجرال بروتينز، دي ليها ثلاث وظائف. يا اما بريفرال بروتين يعني مش واخده الهول ثيكنس ليها اربع وظائف. يبقى لو واخد الهول ثيكنس هنسميه انتجرال بروتين، دي ثلاثه. مش واخد الهول ثيكنس يبقى بريفرال بروتين اربع وظائف. ناخد انتجرال بروتين، كنا اخدنا في الاساس انها تشتغل يا تشانل يا كارير. والشانلز قلنا في ملهاش بوابات، نون جيتد وفي جيتد. والجيتد هتفتح بالاكشن بوتنشال فولتج جيتد،
يا اما بكيميكال ميسنجر هو اللايجند سميه كيميكال ميسنجر او لايجند هو هو يبقى لايجند جيتي. والمفتاح يا من جوه يا من بره، من بره اكسترنال لايجند زي الكالسيوم، من جوه انترنال لايجند من بره اكسترنال لايجند زي الهرمونز، من جوه انترنال لايجند زي الكالسيوم والسايكليك ام بي. طب نيجي الكارير لطالب ذكي، احنا خدنا الكارير مرتين، مره مع الديفيوجن وسميناها كارير ميديتد ديفيوجن او فاسيليتيتد ديفيوجن، ومره خدنا الكارير في الاكتيف ترانسبورت. ايه الفرق؟ خدها من الاخر الاول، الديفيوجن من عالي الواطي ويث جريدينت، وعليه النقطه الثانيه مفيش اي تي بي، وعليه البروتين ده مش هيكسر الاي تي بي، يبقى مش مفروض مش ضروري يبقى عنده اي تي بيز اكتيفيتي. بينما الكارير بتاع الاكتيف ترانسبورت، الاكتيف ترانسبورت بيحدث بالعكس من واطي العالي اجينست جريدينت، وعليه عاوز طاقه اي تي بي، وعليه لازم الكارير بروتين يبقى عنده مقدره على تكسير الاي تي بي عشان يطلع الطاقه، يبقى عنده اي تي بيز اكتيفيتي. وقلت السؤال هيتسال لك بطريقه ثانيه، ايه الفرق بين الفاسيليتيتد ديفيوجن اوف جلوكوز والاكتيف ترانسبورت اوف جلوكوز؟ تقول الثلاث نقط دول. في سؤال ثاني في الام اس كيو، ايه انواع الكارير بروتين في الاكتيف ترانسبورت؟ ثلاثه، يا يوني بورت ماده واحده في اتجاه واحد زي الكالسيوم بامب، سيم بورت مادتين متصلين في اتجاه واحد زي الصوديوم والجلوكوز، يا انتي بورت مادتين في اتجاهين 2 في 2 زي الكالسيوم والصوديوم. يبقى دول الثلاثه. طب نيجي ناخد الاربعه، البريفر بروتين بره ريسبتور جوه انزيم، طب مين يوصل ريسبتور بانزيم؟ جي بروتين اللي هو ريجولاتوري بروتين، وفي من بره البادج اللي هو ايدنتيتي بروتين اللي معمول مش من بروتين بس، خدناه مع وظائف الكربوهيدرات جلايكوبروتين، كربوهيدرات وبروتين، ساعد خلايا الاميون سيستم انها تعرف الخلايا دي بتاعتنا سيلف ما نضربهاش، نريكوجنايز يعني نتعرف، ولا نون سيلف نضربها. طب الريسبتور قلنا عليها شويه اسئله، الريسبتور ان اكتف، الكيميكال ميسنجر هو اللايجند ان اكتف، الريسبتور لايجند او ريسبتور كيميكال ميسنجر كومبلكس هو الاكتف. وعشان ما يحصلش هايبر فانكشن ربنا خلى في علاقه عكسيه بين عدد الريسبتور وحساسيته واللايجند او كيميكال ميسنجر. لو اللايجند زاد الريسبتور عددها وحساسيتها تقل، داون ريجوليشن. اللايجند قل او الكيميكال ميسنجر قل، الريسبتور تزيد النمبر والسنسيفيتي يبقى اب ريجوليشن. وعليه قلنا الريسبتور تبقى يا اولاد دايناميك مش ستاتيك. دول الاربع وظائف. يبقى خدنا واحد وثلاثه واربعه، فاضلنا اثنين. ما انا قلت الاجابه واحد اثنين ثلاثه اربعه، مفيش احلى من كده للناس اللي عندهم ده سؤال نظري. ان البروتين هي التي تصنع الكونكشن. خدنا الكونكشن والادهيجن موليكولز. كونكشن حاجه، ما هو اثنين هنا كونكشن وادهيجن موليكولز. كونكشن فيه ثلاث انواع من الروابط. لو اصبح جداري الخليه جدار واحد سموه تايت جانكشن. لو ما زالوا جدارين بس مربوطين بفايبرز بخيوط ما بينهم يسموها ديسموزومز. لو بعاد عن بعض وحطينا ما بينهم كوبري يبقى جاب جانكشن اللي هو الهوكساجون اللي هو كونكسون. طب الادهيجن موليكيل بتربط الخلايا في البيز ممبرين عشان الخلايا تبقى متصله مش لوحدها، وده مهم جدا في الامبريو لما الخلايا تنقسم ما يروحوش كل خلايا في اتجاه، يبقوا متسقين يصنعوا جنين واحد. او في الوند التيشو يبقى كل خلايا متصله عشان تملى الجاب في الوند هي. ده الفانكشن بروتين في السلمان. انا عارف دي مش موجوده في معظم الجامعات عندكم، بس اسئله ام اس كيو مهمه مش هقدر افوتها. الاورجانيلز انا عارف بتاخدوها في الاستولجي يا اولاد، بس معلش استحملني مش عاوز اضيع ولا سؤال ليكم. انا عارف الاسئله في الاستولجي بتيجي فين في الحاجات دي. الميتوكوندريا باخدها مع اللايسوزومز. الميتوكوندريا دي يا اولاد اللي هي باور جينيريتنج يونتس، وحدات توليد الطاقه. احنا قلنا مصدر الطاقه في الجسم هو الادينوزين ترايفوسفيت. الادينوزين ترايفوسفيت بيتعمل في الميتوكوندريا، بتاكل الاكل بواسطه اوكسيديتيف انزيمز تاكسد الاكل تطلع طاقه تشيله في صوره اي تي بي. تاني حاجه ان الميتوكوندريا، سؤال تاني مهم ام اس كيو، هي المكان التاني في الجسم اللي عنده دي ان ايه. الدي ان ايه ده موجود في النيوكليس وموجود تاني في الميتوكوندريا، يسموها السكند جينيتك سيستم. والان فيها دي ان ايه انا هعلمها لكم بعد كده في البلاد. مفيش دي فيجن بحرف الدي الا لو كان في دي ان ايه. حلو حتى بالسمع اهو.
في ديفيجن يبقى لازم في دي ان ايه. طب قلنا بقى الميتوكوندريا هي النيوكليس نمره واحد، هي الفيرست جينيتك سيستم. تاني واخر مكان موجود فيه دي ان ايه اللي هو الميتوكوندريا. يبقى اذا الميتوكوندريا كيبابل اوف ديفيجن، بس بحاجه اسمها سيلف ريبليكيتيف، يعني تناسخ. ايه الفرق بين ريبليكيشن وريبرودكشن؟ ريبرودكشن تكاثر، يعني الاوف سبرينجز النواتج تبقى مختلفه، انت غير اخوك غير اختك في الشكل. انما البكتيريا مثلا الميتوكوندريا مش كده، سيلف ريبليكيتيف تناسخ، يعني لما تنقسم وتدي الواحده تدي 2 و2 دول 4 كلهم يبقوا شكل بعض، ده معنى كلمه ريبليكيتيف. تاني اورجانيل، اورجانيل يعني عضي، تاني عضي في الخليه اللي هو اللايسوزومز اللي هو الاجسام المحلله، دي الدايجستيف سيستم اوف ذا سيل خدناها. دي بتحتوي هيدروليتيك انزيمز، اي انزيم بيكسر موجود في اللايسو، حتى لايسو يعني يكسر وزوم يعني جسم، لايسوزومز اجسام محلله فيها هيدروليتيك انزيمز. يبقى اي حاجه فيها ليتيك في الاخر تبقى في اللايسوزومز. بروتيوليتيك تكسر البروتين، لايبوليتيك تكسر الليبيد، جلايكوجينوليتيك تكسر الجلايكوج اللي هو كربوهيدرات. وهنا في سؤال مهم بقى برضه من ضمن 12 طريقه في الام اس كيو. يبقى في تو اورجانيلز بس فيهم انزيمز، في عضيين فيهم انزيمز، ما تلخبطش. الميتوكوندريا فيها اوكسيديتيف انزيمز اللي بتاكسد الاكل للحصول على الطاقه اللي اختزلها في صوره اي تي بي. انما اللايسوزوم من اسمها فيها هيدروليتيك انزيم، يبقى دي انزيم ودي انزيم بس دي هيدروليتيك. بروتوليتيك، لايبوليتيك، جلايكوجينوليتيك. طب وهي السويسايدال باكس، لو خليها اتعورت يا اولاد ما بنصلحش جوه الجسم، نسيحها والخليه اللي جنبيها بتدي خليه جديده نوفي. فاول واكتر حاجه بتتكسر لو الخليه اتعورت اللي هي اللايسوزوم، يعني لو بسيت الخليه وعورتها تنفجر جواها اللايسوزوم، عشان كده يسموها سويسايدال باكس، حقائب انتحاريه. فيطلع منها الليتيك انزيمز تاكل الخليه المتعوره، تفضي مكانها تماما، فتدي فرصه للخليه السليمه اللي جنبها تعوضها بخليه سليمه، فسموها سويسايدال باكس في حالات السيل انجي. طب نيجي المصنع. المصنع في الجسم اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولم، التشابك البروتوبلازمي، ريتيكولم يعني تشابك، وهذا نوعان. في عندنا جرانيولار او راف اندوبلازميك ريتيكولم، بيبقى فيه رايبوزومز. في سؤال في الهيستولوجي بيبقى على الاوتر بوردر اوف سيل ميمبرين، مش على الانر، على الاوتر. ده بيعمل بروتين. وفي نوع اجرانيولار ما فيهوش الجرانيولز دي، بيبقى سموث، موس يعني ناعم، افتكرها الاس مع الاس. ده بيصنع الاستيرويدز اللي هي نوع من انواع الليبيدز معموله من الكوليسترول. الاستيرويدز ده ليبيد بيتصنع من الكوليسترول. الكوليسترول ده مش ماده سيئه سمعه مهمه بس في تصلب الشرايين، الكوليسترول ده مهم في تصنيع كل الاستيرويدز يا اولاد، تبقوا عارفين هذا الكلام، تمام. يبقى المصنع هو الاندوبلازميك ريتيكولم. الجرانيولار اللي هو الراف ده بيعمل بروتين. انهي حته المهمه فيه؟ الرايبوزومز. عايز اقول لكم معلومه مهمه، الاساس في الراف اندوبلازميك ريتيكولم مش الاندوبلازميك ريتيكولم، الرايبوزومز. بدليل هقول لك حاجه جميله قوي، شوف مين يفتكرها في البلاد. لو في رايبوزومز مش متصله بالاندوبلازميك ريتيكولم فري ان بلاد تصنع بروتين، فري بروتين زي الهيموجلوبين، يبقى الهيموجلوبين ما هو فري بروتين بيتصنع مش في الاندوبلازميك ريتيكولم، بفري رايبوزومز. يبقى الاساس في تصنيع البروتين مش الاندوبلازميك ريتيكولم، الرايبوزومز. بدليل لو في اندوبلازميك ريتيكولم ما فيهاش رايبوزومز سموث، بتصنع حاجه تاني خالص، ستيرويدز. طب نيجي جولجي كومبلكس او جولجي ابريتس او جولجي بادي، ده المخزن. يبقى ده المصنع، ده المخزن، ده بيستور اللي اتصنع في الاندوبلازميك ريتيكولم. لكن مش زي المخازن بتاعتنا تضيع وقت نحط الحاجه ونسيبها، ده في اثناء التخزين بيعمل تطوير، بروسيسنج يعني تطوير. فمثلا يخزن البري هرمون اللي اتعمل في الاندوبلازميك ريتيكولم ويطوره الى الهرمون، حاجه قبل الهرمون، بري هرمون الى هرمون. يبقى الجولجي كومبلكس ما بتعملش ستورج بس، بروسيسنج تطوير. نيجي المايكرو تيبيولز اللي هي التيبيولز، دي بتبقى زي العصيان كده مفرغه. العصايه دي وظيفتها ايه؟ هي الدعامه بتاعت الخليه، سايتوسكيلتون، دعامه الخليه. طب ليه ربنا خلاها مفرغه؟
دي السبواي بتاع الخليه ترانسبورت سيستم. من الحقائق اللي مش فاهمها ناس كتير ان ربنا الخلايا يا اولاد بتاعتنا اول مره لو ما قلتهالكش عمرك ما تفهمها، مزدحمه بعضيات الخليه، مفيش خليه فيها فراغات، ربنا ما بيضيعش ولا اماكن حتى. تخيل الخليه دي زحمه جدا، كل خلايا جسمك مليانه على الاخر. طب لو ماده عايزه تخرج بره الخليه من السيل ميمبرين او تيجي من السيل ميمبرين تدخل الخليه، هتمشي ازاي في الزحمه دي؟ احسن طريقه في الاندر جراوند اللي هو السبواي اللي هو التيوب دي اللي ماشي فيها المترو. احنا بقى المايكرو تيبيولز دي بتنقل الحاجات من جوه الخليه للسيل ميمبرين ترانسبورت، ومن السيل ميمبرين داخل الخليه، وعشان كده ربنا عملها مجوفه ترانسبورت سيستم. يبقى تاني اخر حاجه يا اولاد بقى الاورجانيلز، انا عارف طولنا قوي بس قلت لكم كل المعلومات اللي ممكن تجي لك في الانترودكشن، مفيش ولا معلومه تايهه. اورجانيلز اتكلمت على خمسه، خدت الميتوكوندريا مع اللايسوزومز، ليه؟ دول اللي فيهم انزيمز. الميتوكوندريا فيها اوكسيديتيف انزيمز انما دي فيها هيدروليتيك. طب الاوكسيديتيف دي تاكسد الاكل وتخزن الطاقه في صوره اي تي بي، عشان كده سميناها باور جينريتنج يونت. انما اللايسوزومز فيها الدايجستيف انزيمز، اي حاجه ليتك من اسمها لايسوزومز اجسام محليه، بروتوليتيك، لايبوليتيك، جلايكوجينوليتيك. وقلت ممكن تهدم الخليه نفسها لو اتعورت عشان نعمل بدلها خليه جديده، يبقى سويسايدال باكس. ولا تنسى في الميتوكوندريا يا اولاد دي تاني واخر مكان فيها دي ان ايه، عشان كده يسموها سكند جينيتك سيستم في الام اس كيو صح، لان فيها دي ان ايه بس تعمل سيلف ريبليكيتيف، استنساخ وليس تكاثر. تطلع ميتوكوندريا، الميتوكوندريام الواحده بالمفرد سنجل، تطلع كذا ميتوكوندريا بلورال شكل واحد. طب نيجي المصنع والمخزن، الاندوبلازميك ريتيكولم نوعان، الرف المهم فيه الريبوزومز يسموه جرانيولا او رف، صنع البروتينز. لو ما فيهوش ريبوزومز ما يصنعش بروتين، يبقى سموث، صنع ستيرويدز اللي هو نوع من انواع الليبيد بيتعمل من الكوليسترول. طب نيجي المخزن، جولجي كومبلكس، جولجي ابريتاس او جولجي باد ستور، بس مش بس يخزن ويضيع وقت، في اثناء التخزين بيعمل بروسيسنج تطوير للمنتج، حول بري هرمون الى هرمون. ثم نيجي لدعامه الخليه اللي هي المايكرو تيبيولز، هي دي السايت سكيلتو اللي بتخلي الخلايا واقفه كده حلوه في الاستولي، شكل الخلايا واقفه وجميله. طب ليه ربنا خلاها مفرغه؟ تخدم وظيفه ثانيه. هي دي التيوب بتاعت الاندر جراوند او السب واي، لان الخلايا قلت متقمه مزدحمه كمدينه القاهره واثينا، زحمه جدا المدن دي، لازم ننتقل في كل المدن الزحمه بواسطه السب واي. انا بشكركم يا اولاد يعني على اطالتكم، بس احنا قلنا دي المراجعه لازم نخلص فيها الانترودكشن، فانا اللي بتاخدوه في اسبوع كامل بعمله لكم في قاعده واحده، بس طبعا مع التركيز على كل الاسئله واكثر من اللي بيتقال في اي محاضره، فتبقى عارف. انا بشكركم على وقتكم، ويعني سعدت بلقائكم، واتمنى اكون افدتكم، والى ان نلتقي فلكم مني اطيب الامنيات بالتوفيق باذن الله. أشكركم ونلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم. شكراً.